النادي دي بالظبط. هناخد دلوقتي ازيك النرويجي. لا لا هكمل النرويجي عشان نخلص. ممكن يبقى نعمل سكيورتي سيادتك نرويجي ايزي كده. ايه اللي خدناه في الملعب كان بيعمل سيادتك نرويجي؟ ظبطت الورق. ايه اللي خدناه؟ اي اهم حاجه خدناها في الملعب كان بتعمل سيادتك نرويجي؟ بوستيريور ديسلوكيشن. ربنا يخليك كده عشان تبص الموضوع. ان شاء الله. بوستيريور ديسلوكيشن. فراكشر نك فيمر. فراكشر نك فيمر. فراكشر بيلفس. تمام؟ رصاصة في الفخذ، ضربة مطوة في الفخذ، ده اللي ممنوع عند جسمه ايه؟ دي فيوز اوف ذا ساي. الان بقى لما يجي له سياتيك، السياتيك ده كان بيتقسم من الفين، حتى دي كنا بنقعد فيها ساعة الا ربع السنة اللي فاتت، يعني هناكلها السنة دي بخمس دقايق، عشان هما ما بيقعدوش يسألوا فيها خلاص. الدكتور عادل دماغه اتغير شوية. فالسياتيك كان بيتقسم من الفين. واحد اسمه لاترال كونكريتيال والتاني اسمه وات؟ ميديال كونكريتيال. واللاترال كونكريتيال والميديال كونكريتيال دول بيدوا كل العضلات اللي ايه؟ اللي تحت. بيدوا كل العضلات اللي ايه؟ اللي تحت. فكده لو في سيادتك نيرفي انجري كل العضلات اللي تحت ايه؟ هتتشل. كل العضلات اللي تحت هتتشل. فبجرافيتي كده الرجل هتظهر لتحت. بجرافيتي الرجل هتظهر لتحت. فسيادتك نيرفي انجري بيعمل حاجه اسمها ايه ان شاء الله؟ فود دروب. صباح الخير. انا نسيت صباح الرب. صباح الخير كلكم. تمام. فانا السيد الدربيجي بيعمل حاجه اسمها فود دروب. وطالما اللاتر كونكريتيال نيرف والميديال كونكريتيال نيرف اللي انتم مش فاكرينهم طبعا من الاناتومي دول بيدوا كل حاجه تحت سنسوري موتور. فالان هيجي له سنسيشن لوس اوف سنسيشن في رجله كلها. لوس اوف سنسيشن في رجله كلها ما عدا الحته اللي في الرجل يمين يا عمر انت اللي كانت بتاخد من السفنس نيرف. فاكرين السفنس نيرف زمان؟ السفنس نيرف. السفنس نيرف ده اللي كان ماشي جنب مين؟ اللونج سفنس فين؟ اللي كان السفنس نيرف بيتضرب في انهي عمليه؟ السليبنج زمان في سنه 5 اللونج سفنس فين. والسليبنج ده عشان كده كنا بنعمله بنعمل سليبنج للجزء اللي فوق الركبه بس عشان اللونج سفنس فين والسفنس نيرف كانوا ماشيين مع بعض في الجزء اللي فين؟ اللي تحت بس. فما كناش بنعمل سليبنج للجزء اللي تحت. والسفنس نيرف ده كان بيدي سنسيشن فين؟ في الميديال سايد بتاع اللاج والفوت. الميديال سايد بتاع اللاج والفوت ده علاقته ايه بالموضوع؟ ده علاقته ان هو السفنس نيرف ده طلع من فيمورال نيرف. طلع من فيمورال نيرف. يعني لما السيتك نيرف يتضرب فالان هيبقى عنده لوس اوف سنسيشن في رجله كلها ما عدا الحته اللي سبلاي بمين؟ بالسفنس نيرف اللي هي الميديال سايد بتاع اللاج والايه؟ والفوت. زي ما مكتوب عندكم في الورقه كده. والديفورمتي فود دروب دي بالجرافيتي. رجل واحد بالايه؟ بالجرافيتي. وبالمناسبه برضو السياتيك نيرف بيدي الهامسترنجز لورا. تمام؟ فلما السياتيك نيرف اتضرب بالذات حتى لو اتضرب في لابل عالي يعني لو السياتيك نيرف اتضرب في لابل عالي او اتضرب يعني فالمفروض ما فيش نيرف سبلاي مين؟ هذا الهامسترنج. فالمفروض العيال ما يعرفش يعمل ايه في ركبته؟ فليكشن. يقول لك حتى لو سيادتك نيرف اتضرب العيال هيعرف يعمل في الركبه فليكشن بعضلات ثانيه. مين بقى العضلات الثانيه اللي بتعمل فليكشن في الركبه؟ سارتوريوس. وجراسيليس. يعني قصدي حتى لو سيادتك نيرف اتضرب من لفوه سواء قبل بيدي الهامسترنجز او بعد بيدي الايه؟ الهامسترنجز هنعرف نعمل فليكشن في مين؟ بالسارتوريوس والايه؟ وجراسيليس. فمن الاخر كده سيادتك نيرف انجري بتبقى فوت دروب ولوسو سنسيشن في الرجل كلها ما عدا الميديا سايد بتاع مين؟ بتاع اللاج. سهله؟ سيادتك نيرف بيعمل ايه؟ فوت دروب. حلو الكلام. هنعالج سيادتك نيرف ازاي؟ طبعا هنعمل له نيرف كوندكشن فلوسفي. هنعمل اي ام جي على العضلات. وهنعمل حاجه جديده كان اسمها وات؟ ام ار اي انديولوجرافي. لما نيجي نعالج سيادتك نيرف هنمشي على السكيما بتاعتنا يعني لو هي كلوز انجري هنعمل له ايه؟ كونزرفتيف. لو هي اوبن انجري كلين كات برايمري ريبير. لو هي اوبن انجري تشيل على نوت كلين كات جاست ابروكسيميشن وبعدين نعمل دليل سكندري ريبير. لو في دليل سكندري ريبير بنسلك السيادتك نيرف انا براجع يعني ونيجي نخيطه ببعضه بنخيط مين مع مين؟ ايبيديوريوم مع ايبيديوريوم. ولو عايزين نعملها بالميكروسكوب بنشخص مين بنشخص مين يعني بنخيط مين مع مين؟
بين اليوريوم مع بين اليوريوم ولو في جاب ولو في جاب نسيت نقدر نحط ايه نيرف جرافت او لو مش عارفين نحط نيرف جرافت نحط انبوبه كده اسمها ايه الانبوبه دي نيرف كوندوي وفي الاخر ممكن نعمل حاجه اسمها نيورو ايه ترانزيشن الكلام عادي ما فيش اي كلام جديد الكلام بس الكتاب اللي اسمه مكتوب زياده معرفش مكتوب عندي في الورقه ولا لا ان ساعات لو كل ده فيلم يعملوا حاجه اسمها اورثوتوبيك تريتمنت مكتوبه في الورقه دي ايه مكتوبه فالس اورثوبيك ولا اورثوتوبيك هنشوف كاتيني حالا فاهم كل حاجه حالا نصبر دي بقى لو كل ده فيلد شوف بس ساعتها في الفيلم دي فين دي ظريفة بفتح كده اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ اورثوبيديك تريتمنت مكتوبة اورثوبيديك تريتمنت؟ اورثوبيديك انكل ارثوديزيز يعني مكتوبة في كتاب الاسم يعني ايه انكل ارثوديزيز؟ يعني بيثبتوا الانكل في النيوترال بوزيشن ارثوديزيز يعني تثبيت مفصل والشواء عنده وقت فودروب عنده فودروب تمام يعملوا عمليه كده بمسامير وبتاع يثبتوا الانكل في النيوترال بوزيشن يعني ولا الانكل يعرف يعمل ايه؟ فلانتر فلكشن ولا الانكل يعرف يعمل وات؟ دورسي فلكشن والبني ادم بيمشي زي البط ارثوديزيز يعني تثبيت ايه؟ مفصل تمام دول كلمتين عاملين عن السياتيك نيرف يعني لو جالك ام اس كيو او كلمتين يعني هو اشهر حاجه كده في السياتيك نيرف لو حد يجيبها بيقول لك قول لك سبت السياتيك نيرف العام بيبقى عنده نص سنسيشن في الرجل كلها طبعا المعلومه دي غلط لانه مين سنسيشن فيها سبيرت ليه؟ الميديا سايد بتاع الاكل والفوت عشان بياخدوا منين؟ من السبنس بعد كده كاتب كلمتين على اللاترال بوبليتيال نيرف ده بلاش مين؟ الساتيك ما تبنى ساتيك بالاسم اثنين لاتر بوبليتي وميديا ايه؟ بوبليتي اللاتر بوبليتي كان له اسمين تانيين اللاتر بوبليتي اسمه ايه تاني؟ فيبلر برافو عليكم عشان ده لاتر اسمه فيبلر نيرف اسمه ايه تاني يا بس اللي عمل انت؟ برافو عليك ايه الحلاوه دي؟ دكتور هاني شاول ما لغاش الحته دي حتى كومن بيرونير صح برافو عليك اسمه كومن بيرونير تمام؟ وكومن بيرونير بتعور في ايه؟ بتعور في الحاجات اللي مكتوبه عندكم في الورقه دي بالذات لو في فراكشر في الابر بتاع الفيبولا عشان هو لاترال لو في فراكشر في اي ابر فيبولا ممكن يتعور اللاترال ايه؟ بوبيتي تمام اللاترال بوبيتي اللي اتفقنا اسمه ايه حالا؟ اهو بدات عشان اخد كده فكره عن السياتيك نيرف السياتيك نيرف اهو اتقسم اثنين واحد اسمه لاترال بوبيتي والتاني اسمه ايه؟ ميديال بوبيتي اللاترال بوبيتي اللي اسمه ايه عشان لاترال؟ فيبولا اسمه فيبلر والميديا كومبليت اللي اسمه ايه عشان ميديا تيبيا تمام والفيبلر ده انتوا لاقيين اسمه ايه؟ كومن وات؟ بيرونيل كومن بيرونيل حلو الكلام الكومن بيرونيل دي هتقسم اثنين بقى عشان هو اسمه وات؟ كومن بيرونيل هتقسم حاجه اسمها دي بيرونيل وهتقسم حاجه اسمها ايه بقى؟ سوبرفيشال بيرونيل ديب برونيل وسوبرفيشال برونيل. الديب برونيل اسمه ايه لو حد شاطر؟ الديب برونيل اسمه ايه؟ انتيريو تيبيال. الديب برونيل هو الانتيريو تيبيال. وسوبرفيشال برونيل في الرجل اسمه ايه لو حد شاطر؟ ايوه ماسك كوتينيس. الماسك كوتينيس بتاع الرجل. الدكتور هاني شاوي ندم. وكان لسه عليك هو. ما علينا. احنا عايزين نعور مين بقى؟ الكومن كورونيل هو اللاترال ايه؟ بوبليتيال تمام الانتيريور تيبيال بيدي العضلات الانتيريور تيبيال بيدي كل العضلات اللي قدام تمام وبيدي الكورونيال تيرشيس فاكرين كان في كام عضلات كورونيال؟ كورونيال لونجاس لا كانوا ثلاثه كورونيال لونجاس كورونيال بريفيس وكورونيال وات؟ تيرشيس ما علينا يعني في الاخر كده قلنا بنقعد فيها كنا ساعه الا ربع زمان الانتيريور تيبيال ده الانتيريور تيبيال هيدي العضلات هتعمل في الانكل وات دورسي فلكشن برافو عليك الانتيريور تيبيال
هيدي العضلات اللي هتعمل في الانكل دورسي فلكشن والماسكلوكوتينيوس. الماسكلوكوتينيوس بيدي برونياي، بيدي البرونياي. البرونياي دي بتعمل ايه في الرجل؟ انفرجن لبار، انفرجن لبار. يعني الاكشن بتاع اللاتر بوبليتيال نيرف ده، اللاتر بوبليتيال نيرف ده اللي هيعمل دورسي فلكشن، وده اللي بيعمل وات؟ انفرجن. انا هضرب اللاتر بوبليتيال، انا هضرب اللاتر بوبليتيال. عشان كده ما رضيتش اعملها دي في النيرف انجري، خليها لوحدها عشان فيها حته شرح نيرف انجري. يعني انا هضرب اللاتر بوبليتيال بالعقل كده، لما اضرب اللاتر بوبليتيال هتبقى بالعكس. يعني ايه لما اضرب اللاتر بوبليتيال؟ مش هعرف اعمل وات؟ دورسي فلكشن. كوبريتي تبقى ايه؟ بلانتر فلكشن. ومش هعرف اعمل وات؟ انفرجن. تبقى رجلي وات؟ انفرجن. لما رجلي تبقى بلانتر فلكسد وانفرتد، دي كان اسمها ايه؟ ديفورمتي. دي اداني بس كوين وات، بس دي مش كونجنت، ده دي اكوايرد. بعد كده ديفورمتي بتاعت اللاتر كوبريتي النيرف اسمها اداني بس كوين وفارس. الديفورمتي بتاعت اللاتر كوبريتي النيرف اسمها اداني بس كوين وفارس. فهمتوها جت منين ولا ما فهمتوهاش؟ فهمتوها جت منين؟ ان اللاتر بوبليتيا اللي اتنسب اثنين، واحد مسؤول عن الدورس فلكشن والتاني مسؤول عن الوات؟ واحد مسؤول عن الدورس فلكشن والتاني مسؤول عن الايه؟ عن الريفيرجن. يبقى لما اللاتر بوبليتيا يتضرب هتبقى رجل وات؟ بلانتر فلكسد وانفيرتد. زي ما احنا عارفين لما رجل تبقى بلانتر فلكسد وانفيرتد دي اسمها تالكس كواين بارس. عشان كده الديفورمتي بتاعت اللاتر بوبليتيا النيرف دي تالكس كواين بارس. والان هيبقى عنده لوس اوف سنسيشن، دي بتقع بلوس اوف سنسيشن في السايك بالعقل كده. يعني ياخد يعني ديستريبيوشن للكلام، يعني هيبقى لوس عن لوس اوف سنسيشن من ورا ولا على الدورسال؟ على الدورسال طبعا، ده واخد كله قدام. وهيبقى لوس اوف سنسيشن ميديال ولا لاترال؟ لاترال. انا هيبقى عنده لوس اوف سنسيشن في اللاج فرونتو لاترال او اندرو ايه؟ لاترال. كاتبها لكم انا ولا مش كاتبها لكم؟ ايه؟ لوسو فارنسيسي على الدورسال بتاع الفوت كاتبها لكم. والفرونت والاوتر سايد بتاع اللور لاج، اللور ديزور بتاع اللاج. في اللاج هنا خلاص يعني قدام، واللور بتاع الايه؟ اللاج. انا كده خلصت ايه؟ ابتديت الحصه خلصت، كان فاضل حاجه هايفه كده. انا ابتديت الحصه يمكن بديله خلصناها. سيادتك واللاتر بوبليتيال نيرف بينج، حد عايز حاجه ولا نخرج اللي بعده؟ ما اعرفش، ندخل في اللي بعده. ندخل في اللي بعده. ناخد ايه في البيورو؟ ناخد حاجه مهمه قوي الديسك بروليبس. لا مش عارف، مش موجود في التابل اسم، مش موجود في التابل اسم الميديا، مش موجود في التابل اسم. هما بيدرسوا على فكره. عايز اقول لكم حاجه، الديسك بروليبس مش موجود في التابل اسم، مش موجود في التابل اسم. وعلى الفيس حد من البنات سالك الدكتور عادل حضرتك، واحنا نذاكر الديسك بروليبس ولا ما نذاكروش؟ الدكتور عادل رد قال الديسك بروليبس يذاكر في المحاضرات، حصل ولا ما حصلش؟ ولا انتوا مش متابعين؟ مش متابعين والله يا رب، بس بورس مش متابعين، متابع والله. انا متابع بقى، فالديسك بروليبس مش موجود في، قبل ما حد يقول يا دكتور انت بتشرحه هو ايه؟ مش موجود في كتاب الاسم، الدكتور عادل قال تذاكروه من البتاع من البرزنتيشن. وبعدين اللي قال بتوع الاي ام بي او هيكون بيسمعونا ما علينا. اللي قال بتوع الاي ام بي المدلعين يعني، تمام؟ لما سالوا الدكتور عادل ذاكر الديسك برولابس قبل امتحانهم، فقال لهم ذاكر الديسك برولابس، رغم الديسك برولابس مش موجود في في الكابل اسم. فالعيال عرفوا كلهم ان الديسك برولابس اكيد احتمال ايه؟ يجي وقالوا في الديسك برولابس في الامتحان فعلا. قالوا والله قالوا يلا ما علينا. هما بيدرسوا الديسك برولابس تحت بند حاجه اسمها سبونديلوزس. 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 طيب. سبونديلوزس. يعني ايه بقى كلمه سبونديلوزس؟ هنكتب يعني ايه سبونديلوزس؟ على الشمال هنكتب يعني ايه سبونديلوزس على الشمال. يلا
Ferrari gibi de spondilozis, spondilozis is in an specific chronic. Katap tonal specific chronic. Degenerative condition. Affecting any of the spine components. We have to take into consideration degeneration, degenerative changes affecting any hagaman what the spine components. يعني ممكن السبوندلوزيس يأفكت مين؟ البرتبرا، البرتبرا، الديسكات. الليجامنتس اللي احنا خدنا في ليجامنتس كده انتر سباينس وسوبرا سباينس والجوتيدرال والبوستيريور والجوتيدرال ممكن يافكت الجوينتس ممكن يافكت البلود فيسلز بس بلاش الحركه دي عشان الناس بتتفزع بس الناس هتقلبوا عليك صح مش كده هتقعدوا عليا تعالى الناس دلوقتي خلاص شكرا لا هو الناس بيعملوا صح حاجه ريسكي هنقفلها ونخلص يعني انا فاكر مره كنا خاصه السنه اللي فاتت حضرتها الواد كريم واحمد يا تمام الترانزيوم ريحه ايه؟ شياط كده كابل تحت ايه؟ ضرب وبتاع تمام حاجه زي كده يعني خلاص الشياط يعني مش كامل الحصه ولا نلغي؟ لا نكمل ايه؟ نلغي طبعا عشان ما اخش ريسك يعني اشغل حصه ليه والبتاع طلعت شياط تمام؟ اي حد دلوقتي يعمل اي حاجه يطلع شياط نلغي الحصه طيب يعني وصلنا افكت مين كمان؟ البلود فيسلز تمام النيرف روتس النيرف روتس تمام النيرف روتس او السباينال كورد او السباينال كورد او النيورال فرامينا اللي بيخرج منها النيرفات هتقول لي يا دكتور طب الاسر كنت تقول انه افكت ايه؟ كل بالظبط افكت كل حاجه ونخلص يعني اي حاجه افكت المنطقه دي في الليجامنتس في الجوينتس في النيرفات ضغط عليها ضغط السباينال كورد نفسه ممكن نعتبره عضيف سباي سبوندي سبوندي روزز الفكره بس ان احنا لما بناخد الديسكرنيشن فالديسكرنيشن يعتبر تبع مين؟ يعني لما نيجي ناخد الديسكرنيشن ده يعتبر تبع ايه بقى؟ سبوندي روزز يعتبر تبع سبوندي روزز تمام؟ تمام يا رب تكونوا فاكرين شكل الديسك ولا مش فاكرين شكل الديسك؟ انا فكرته بشكل الديسك. نيوكلاس فايبروزز وانيوس ايه؟ نيوكلاس فايبروزز وانيوس وات؟ هنتفرج حالا بالنسبه للاحداث. ممكن لو ورديشن لاترال كنترول لاترال تضغط على مين؟
على درب روس هو ده اسمه ديسك برولابس. هو ديسك برولابس بيحصل سببين، يا اما صدمه تروما وسترين، يعني حركت السباينال كورد غلط، شلت حاجه تقيله، شلت حديد جامد وانا مش قادر، ده ممكن يمسع مين؟ لا نيوتراس فايبروزس ما تتمزعش، يمسع مين؟ نيوتراس فايبروزس او ديجنريشن مع الوقت، ديجنريشن مع الوقت، يعني ممكن بابا في البيت، ماما في البيت، جدو في البيت، غالبا بيبقى عندهم ديسك برولابس، تمام؟ تمام. وربنا يخليكم في حاله الديسك برولابس دي، انا مش هتتشارك راحه مخ الاعصاب. يعني دايما السؤال اللي بساله ماما بابا يعملوا عمليه؟ الاجابه طبعا ما اعرفش، ما اعرفش، تمام. انا مش بتاع مخ واعصاب يعني. وبعدين الحته دي برضو بيتخانقوا عليها الناس جامد قوي قوي، حته الاسباين دي، تمام، بتوع العظم وبتوع مين؟ النيورو، تمام. وطبعا الدنيا بتمشي بالعكس. يعني ايه بتمشي بالعكس؟ يعني في الدبرداش، عشان العيان ما بينفعش، فبتلاقي كل واحد عايز يعمل ايه؟ يلبسها للتاني. يا عم فراكشن سباين، الاثنين يقول لك لا ده نيورو، لا يقول لك لا ده ايه؟ ده عم. نروح بقى التخصصي عشان خاطر بايه؟ بفلوس، فالاثنين بيتخانقوا عشان ايه؟ ياخدوها. والله العظيم فاكرني بهزر يعني. ده حاطط عاملين جدول في التخصص يعني. التخصصي يقول لك ايه؟ السباين يوم الاحد والثلاث والخميس تبع اسم العظم. السباين يوم السبت والاثنين والاربع تبع، والله ما بهزر، تبع النيورو، والله ما بهزر، تبع النيورو لما تمام. ويوم الجمعة دوار، يعني جمعة وجمعة، يوم الجمعة يجي الاسباني يبقى تبع العض، الجمعة اللي بعديها أي حاجة في الاسباني تبع مين؟ تبع النيورو. واحدة واحدة. هما الاثنين مشتركين في الاسباني، العض وليه؟ والنيورو. ما علينا. المين بريزنتنج سيمتوم بقى؟ يلا يا ولاد. المين بريزنتنج سيمتوم، المين بريزنتنج سيمتوم في الديسك برولابس ده باك بين، لو باك بين. طبعا لمبر اكتر حاجه، لمبر اكتر حاجه، واكتر حاجه الديسك ما بين الاربعه وقال لي ايه؟ قال لي خمسه. وغالبا العيانين بيبقى عندهم اكتر من ديسك، غالبا العيانين بيبقى عندهم اكتر من ديسك، انما البوست كومن سايت لمبر، والبوست كومن قال اربعه قال لي ايه؟ قال لي خمسه. والمين بريزنتنج سيمتوم اتيز باك بين، باك بين. طيب الباك بين بقى بيحصل ايه؟ يعني ليه العيان عنده ديسك برولابس غالبا بيبقى عنده باك بين؟ غلط 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 غلط، ملهاش علاقه بالضغط على الرؤوس خالص. انا كنت فاكر زيكم كده غير سنه 2012 ليها ضغط على ايه؟ على الرؤوس، ولا سبب في العضلات. الفكره التير ده اللي حصل في مين؟ في الانيروس فايبروزس. التير ده بيعمل كرونيك انفلاماتوري ريسبونس، ده كرونيك انفلاميشن، ده تروما. يعني هنا في وقت انفلاماتوري ميديتور بالظبط، العيان بيحس بالبين، ده البين بتاع انفلاميشن عادي. البين از انفلاماتوري بين، الحته دي عضلتي فيها التهاب، الحته دي فيها التهاب، فالعيان عشان كده بيحس بوت بباك بين، العيان بيحس بباك بين من كتر الكرونيك انفلاميشن. تمام. الحته بقى اللي بيموتوا فيها بقى، الحته اللي بيموتوا فيها في العظم والنيورو اللي هي جت في الاي ام بي، جت في الاي ام بي كده برضه ممكن تيجي لكم يعني. رغم انها ما تاخدش في المحاضره، حاجه اسمها الريد فلاج اوف باك بين. ريد فلاج اوف باك بين، الحته دي مهمه قوي قوي. حد سمعها في الراوند؟ حد ركزوا عليها في المحاضرات؟ جدع. راوند المحاضرات، تمام. حتى اختك يا محمد فاكر قالت دي مهمه جدا. كنا مركزين عليها جامد قوي. حتى حاجه اسمها ريد فلاج اوف باك بين. يعني ايه كلمه ريد؟ والسؤال ده جه في الاي ام بي. يعني ايه كلمه ريد فلاج اوف باك بين؟ يعني دلوقتي لما بابا او تيتا او جدو في البيت، ركزوا معايا انا، يقول لك ظهري بيوجعني، ظهري ايه؟ بيوجع. فانت هتقول عادي عندهم ايه؟ تيتا وجدو. ديسك ايه؟ برولاب. كلمه ريد فلاج يعني ايه اللي الاقيه في تيتا وجدو في البين ده غريب؟ فعلا بقى ان ده مش وط، مش باك بين ايه؟ عادي، اللي هو بالبلد يعني ريد فلاج هتخليك تشك. يعني كلمه ريد فلاج دي ابتدي اشك ان في مالينتنسي، ميتاستازيس، باثولوجيكال فراكشر. تمام. كلمه ريد فلاج معناها suspecting malignancy او pathological what fraction. حاجه حمراء يعني، بوتش حمراء. ريد فلاج يبقى يعني ريد لايت، يعني علامه. ريد يا سامي، ريد يا بابا، ايه ده بقى؟ ايه ده؟ حمراء. حمراء نمره واحد. تمام. لو العيان اقل من 20 او اكتر من 55،
الان قال لي من 20 او اكثر من كام 55 تقلب كتبتهم؟ وانا حافظهم بالتلات عشان هم 10 فلاج 10 فلاج والله العظيم لو جالك في الحته دي هيجي لك ريد فلاج يا رب تيجي زي ما جت لي يمكن كده وتعمل له تمثال يا رب يا رب يا رب يا رب ريد فلاج حمر يا سامي ريد فلاج نمره واحد البيشنت ايج قال من 20 اكتر من 55 اللي زيها بقى نون ميكانيكال بين يعني ايه نون ميكانيكال بين؟ يعني ادرفت بيجي ادرفت تمام نمرة ثلاثة ثوراسيك بين ليه ثوراسيك بين؟ لأنه مش كومن بروبلمس وات ثوراسيك بروبلمس يا نمبر اللي وات سرفايف يعني بابا ماما في البيت ياما ضربوا بيوجعهم من عندهم بروبلمس هي زي ابونا طول الوقت رقبته ايه؟ بتوجع انما الثوراسيك دي حاجه ايه؟ غريبة، ثوراسيك فين دي حاجة غريبة، تمام؟ تمام. اللي زيها بقى لو هيستري اوف فايلنت تروما. هيستري اوف فايلنت تروما. فايلنت تروما. فايلنت تروما. فايلنت يعني لو في هيستري اوف تروما جامدة فأنت هتبتدي تشك بقى إن ده معاه فراكشر. وزي ما قلت لكم كلمة ريد فلاكس مش معناها سسبكتنج مالينسي بس، معناها سسبكتنج مالينسي أو العيان عنده إيه كمان؟ فراكشر او تب دي الحاجات اللي ايه تخلي العين يقلب ايه كمان تشك في ريد فلاج لو الانجل عنده هيستوري اوف مالينسي بيفور فممكن تفتكر دي ردت عليه ميتاستاسيس فاهمين الفكره؟ دي زي الكاسر بريست فانت فعلا ساعات العيانه بيصلى لها بول ميتاستاسيس بعد 4 سنين من العمليه فلو عنده هيستوري اوف كانسر ايه كمان؟ لو العيان عنده سيستميك سيمبتومز. لو سجلت مع باك بين سيستميك سيمبتومز، يعني ايه سيستميك سيمبتومز؟ فيفر، شيلز، اندوريكسيا، ماليز، ويت لوس. فبالتالي ممكن يطلع مثلا لمفوما، ممكن يطلع مثلا تي بي، وجود السيستميك سيمبتومز مع باك بين تقلل ان في ميجر وات. باثولوجي يا رب انتوا فاهمين انا بقول ايه؟ انا بقول ايه الحاجات اللي تخلي الدكتور يقول ان الباب بين اللي عند ماما او بابا في البيت ده فين مش ايه؟ مش عادي في مواد جسم في لابس عادي في خازوق هدم في خازوق ايه؟ هدم انتوا وصلتوا للنمره كام؟ ايه؟ مين؟ سته يعني انا عمل لي كام؟ عمل لي سبعه سبعه بقى لو ايه بقى؟ لو في بروجريسيف نيورولوجيكال ديسوردر عبيانك عليك بروجريسيف نيورولوجيكال ديسوردر كلمة بروجريسيف نيورولوجيكال ديسوردر يعني دخل بقى في بلادر او باول سيمبتومز بسرعة كده بلادر او باول سيمبتومز يعني ابتدى يدخل في سيفير كونديشن مش بقى ضغطك لا ده حاجات بتعمل ايه؟ حاجات بتعمل انكونترنس يعني البريشر وصل لمرحله الانكونترنس فمين يعني في حاجه ضاغطه على النيرفات نفسها اللي بتعمل انكونترنس فده معناه مثلا ممكن ايه؟ ممكن تبقى بتلتسس وابتدت تضغط على مين نفسها؟ على النيرفز فعشان كده لو في بلادر او باور سيمبتوم دي مش حلوه. ايه كمان؟ ايه كمان؟ ايه كمان؟ قال لك لو في ستراكشر ديفورمتي. يعني مش المفروض اللي عنده ديسك برولابس يبقى عنده ستراكشر روت ديفورمتي. مين خدناه مثلا كان بيعمل ستراكشر ديفورمتي؟ كان باك بين مع ستراكشر ديفورمتي. البوتس البوتس او فراكشر سباين كان بيعمل ستراكشر ديفورمتي. أو لو العيان أو لو العيان بياخد حاجة اسمها prolonged use of corticosteroids. طبعا الكورتيكوسترويدز بتعمل وقت
osteoline porosis, prolonged use of corticosteroids. اخر حاجه مكتوبه بس مش عارف يعني مكتوبه ليه بصراحه يعني بيقول لك لو العيان كان عنده هيستوري وبقى اتش اي في. اتش اي في عضمه بيضعف من اتش اي في الفيروس بياكل عضمه هيستوري وبقى اتش اي في هيستوري وبقى خلينا بس عشان ما كانش كل الحاجات اللي مكتوبه في البرزنتيشن لو العيان كان عنده هيستوري وبقى اتش اي في او الميرو سبريشن هيستوري بقى اتش اي في او ميرو سبريشن طبعا دول 10 يعني لو افتكرت في الامتحان 6 تبقى انت ايه؟ تبقى انت هايل يعني افتكرت 6 من الحاجات اللي هي الريد فلاكس فدي بيحبوها قوي 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 الريد فلاكس بتاعت الباك دي المهم المهم زاد اكسام كتبته الريد فلاكس اللي ما لقاش حاجه بقى يبروتها من سجيله يعني المهم يعني العلامه الحمراء المهم النت ريزلت ان العيان بيبقى عنده باك بين بعد كده يبتدي بقى دي تضغط على مين؟ على الروس فلما بتضغط على الروس هبتدي العيان يجي له اول حاجه اسمها ماسل سبازم ضغط على الروس ماسل سبازم كل ما العيان يوم يتحرك كده كل ما العيان يتحرك كده يوم ظهره واقف سبازم في الماسل بتاعت الباك يوم ظهره واقف زي انت التبصيريه كان فعلا لما يوم يتحرك ظهره بيقفش ايوه جدع يا ريشمين ايوه كان في تمثيليه كده من زمن الجميل كان كل ما يقوم يتحرك كده كان ظهره يقفش صراحه ساعدني في الحلميه ايوه طب كنت برضه اتفرجت عليهم وكان اول ما يقوم كده يقول لك الديسك الديسك فاكرين؟ كان ده تيبيكال كان تيبيكال تيبيكال كل ما يقوم يتحرك كده ظهره يقفش عشان بيضغط على الروس تمام وكان في اثنين بيساعدوه كده اللي هم اصحابه فاكرينهم؟ كان اسمهم ايه؟ كانوا بيضحكوا على طول يعني كان حاطط اسمهم ما كان اسمهم بهروز والمليجي بهروز والمليجي الاثنين ازيك يا نوعز ناتا صباح الخير نايمة صباح الخير بهروز والمليجي دول برضه مريت ايه؟ انا مريت فلاكس ما علينا فالعام بيجي له ايه؟ باك بين طيب حلو هبتدي بقى الضغط هبتدي وتلاقي العام بيمشي ازاي؟ العام بيمشي عكس البرولابس لو البرولابس مثلا على اليمين العيان ياخد وضع سكوليوتك على ايه؟ على الشمال عشان الريف مين؟ لو ابستراكشن. بعد كده عندنا شويه حاجات سخيفه هنحفظها في ديسك البرولابس كده عشان ممكن يجيب لك سيناريو يعني يقول لك العيان عنده لوس اوف سنسيشن هنا والحته دي فيها بين وفي الاخر يقول لك هو ديسك البرولابس عند ليفل ال 4 ال 5 ال 5 اس 1 اس 1 اس 2 واحنا طبعا فين؟ في الضياع يعني. فانا هنبتدي بالكلاسيك. الكلاسيك ان العيان عنده ديسك برولابس عند كام؟ الموست كومن سايت ال 4 ال 5 الموست كومن سايت اوف ديسك برولابس ال 4 ال ايه؟ ال 5 لما بيحصل برولابس ال 4 ال 5 بيضغط على مين بقى؟ على ال 5 بيضغط على تحتيه ال 5 بيضغط على ال 5 ال 5 دي ماسكه ايه بقى؟ انا مش برجع نرفات انا برجع مين؟ درماتومز يعني سي 5 كانت ماسكه فين؟ اللاترال ار فاكرين وهنا ايه؟ سي 6 والصباعين دول كانوا ايه؟ سي 7 وهنا كان سي 8 والميديا سايد بتاع الفور ارم كان كام؟ سي 1 وهنا كان ايه؟ تي 2 قال لي 5 هو صعب شويه في المذاكره هو قال لي 5 ده عامل زي حرف ال او زيجزاج مش فاهمين حضرتك يعني يعني قال لي 5 هيمسك السايكوستيريور قال لي 5 بيمسك السايكوستيريور بعد كده يجي على الرجل على الرجل يمسكها وات لاترال يمسكها لاترال يجي على الرجل يمسك او الانكل يمسك ايه؟ الدورسم يمسك الدورسم وفي الاخر بيمسك الصباع الكبير. بيمسك الصباع الكبير يعني الصباع الكبير بايه؟ اقل خمسه الصباع الكبير باقل خمسه الصباع الكبير بتاع الرجل باقل خمسه الصباع الكبير بتاع اليد بكام؟ سي 6 سي 6 اقل خمسه اقل اربعه اقل خمسه هتضغط عليه اقل خمسه طول عمري بعملها كده اجي على نفسي واشرح اقل خمسه بياخد السايرات بوستيريور يجي ياخد الرجل لاترال ويلف ياخد هنا مين؟ الدورسم بتاع الفوت وياخد معاه الصباع الايه؟ الكبير وطالما هياخد الدورسم بتاع الفوت بياخد الدورسم بتاع الفوت هتلاقي العيان لو عنده اقل خمسه هيبقى عنده ويكنس فين؟ في الدورسي فلكشن العيان بيبقى عنده ويكنس في الدورسي فلكشن هو نيورو كله النهارده خمس ست مواضيع صغنطتين يعني هايلي تو ذا بوينت يعني ويكنس في الدورسي ايه؟ اقولها تاني
قال لي خمسة باخذ السايبوت. لا السايبوت ستيريو واخذ الرجلي لاترال ولا ما بعرفش يعمل ايه دورسي فلكشن. فبالتالي يعني مثلا ممكن يقول لك ايه عيان عنده باك بين او طلع عنده ديسك هيرنيشن. لما فحصناه لقينا في لوس اوف سنسيشن في الصباع كبير بيبقى الديسك برولابس عند الليفل كام؟ قال أربعة ايه؟ قال لي خمسة عشان في لوس اوف سنسيشن في الصباع الايه؟ الكبير. نيجي بقى على الكومن ستريديشن بعديه اللي ما بين قال لي خمسة وقس واحد. ما بين قال لي خمسة وايه؟ وقس واحد. ما بين قال لي خمسة وقس واحد ده هيتضغط على مين؟ على اس واحد. هتضغط على اس واحد. فهمتوا بقى ليه السفنتريك تالا لو العيان عنده سفنتريك ديستربنس تالا من السفنتريك ديستربنس از نو سايت از نو كومن سايت اوف وات برولابس. الديسك برولابس ما بيوصلش لغايه اس 2 3 4. الديسك برولابس الموست كومن سايت يعني تضغط على ايه؟ على اقل خمسه تضغط على ايه؟ على اس واحد. فاهمين ولا لا؟ انما لما العيان يبقى عنده سفنتريك ديستربنس ده معناه مضغوط على اس 2 3 دي حاجه ايه؟ غريبه شويه. يا رب تبقوا فاهمين انا قصدي ايه. بس سفنتري ديستربنس دي من ريد فلاكس يا سامي من ريد فلاكس. نيجي بقى على اس واحد. اس واحد دي سهله قوي. هتاخد الرجل بوستيريور وتكمل بعد كده في الفوت منين؟ من بلانتر سيرفيس. بتاخد الرجل بوستيريور وبتاخد الفوت من بلانتر سيرفيس. يبقى اس واحد يا مريوم انا ما اعرفش يعمل وات؟ بلانتر فلاكشن. اس واحد انا ما اعرفش يعمل بلانتر ايه؟ فلاكشن. السؤال ما اعرفش خايف ما سالت هم بيجيبوا سؤال كبير ان شاء الله. انت هيجيبوا لك السؤال لوحدك في الامتحان بس السؤال الصغير بتاع مرور السؤال مرور السؤال. السؤال الصغير ما اعرفش. اس واحد انا ما عرفتيش ما اعرفش. انا كاتب اس واحد؟ يبقى انا كاتب مظبوط اهو اس واحد كويس. لو انا كاتب كده يبقى صح. السؤال الصغير طلع اس واحد؟ كل السبع بس كل السبع اس واحد الحمد لله كل السبع اس واحد. الحمد لله رب. معنا صباع كبير. سنتين انا عارف. قال لي قال لي خمسة. بعد كده برضو من ضمن بقى البريزنتنج سيمتومز اللي بداية العين شوية برضو ان العين يجيله حاجة اسمها كودا اكواين ليجن. كودا اكواين. خدتوا في البطن كودا اكواينة؟ خدتوا كودا اكواينة؟ كودا اكواينة ده بقى ده يعني قصدي ايه؟ لما انا شرحت قال اربعة وقال لي خمسة ولما شرحت قال لي خمسة اس واحد انا كل ده كان lateral compression او lateral ايه؟ protrusion. lateral protrusion ده lateral protrusion بيضغط على ايه؟ lateral protrusion غالبا بيضغط على ايه؟ على روت واحد على روت واحد. انما posterior protrusion posterior protrusion ده بيضغط بقى على spinal cord نفسه واللي كل جاي من تحتيه تمام؟ ففي حاجه اسمها كودا اكواين ريجن. كودا اكواين ريجن دي بتحصل لو الريتد ديسك بقى وات بوستيريور فبتضغط على زي السباينال كورد بيكابشر النيرفات اللي طالعه منه مره واحده بقى تمام. عارفين كودا اكواين ولا لا؟ ولا عارفين كودا اكواين؟ السباينال كورد اهو السباينال كورد اهو تمام. السباينال كورد بيخلص عند انهي ليفل؟ السبانر كورد بيخلص عند انهي ليفل؟ قال لي واحد. السبانر كورد بيخلص عند انهي واحد؟ كليفل هو لسه عادي نبات يعني كليفل بيخلص عند ليفل بتاع الفيرست نمبر ايه؟ فيرتيبرا تمام؟ اخر حته من السبانر كورد لما كان بيخلص كان اسمها ايه؟ لا اخر حته كان اسمها كونس ميدالاريس. اخر حته من السبانر كورد كان اسمها كونس ميدالاريس او مدلس عالي. بعد كده السبانر كورد كان في حبل منه كده نازل ماسك لغايه السكر كان اسمه ايه لو حد شاطر الحبل ده؟ انت مش معنى ده فاكرينه؟ مش معنى ده فاكرينه عشان الدكتور انا شبه بس غاشم كان اسمه فايلا مين؟ ترمينال تمام؟ بعد كده بقى النربات اللي بعد قال لي واحد كلها بتنزل كده. دي كان اسمها ايه دي بقى؟ دي كان اسمها كودا ايه؟ كويس تمام. وطبعا يعني ايه برضو انا مش استشاري المخ والاعصاب الفظيع. الفكره كلها اللي انا اعرفه على قد معلوماتي البسيطه يعني ان لو في lateral herniation ده يضغط على ايه؟ على نيرف واحد. وعشان يضغط على كذا نيرف في lateral herniation لازم العيان يبقى عنده كذا ايه؟
كذا ليفل ورا بعض. انما على قد معلوماتي البسيطه يعني اللي في البوستيريور ديشن بقى في البوستيريور ديشن ممكن يثبت على مين؟ عنده الكوينه كلها. البوستيريور ديشن ممكن يثبت على الكوينه كلها. وبرده هو اللاترال ديشن هو برده على مين؟ يعني البوستيريور ديشن. تمام. ولو حد مش متخيلها قوي برده ايه يسامحني في الحته دي، هي فعلا تلخبط يعني. بس هو معروف كده ان البوستر لاترال بيضغط على نيرف والكودا اكواينا او البوستيريور ديشن بيضغط على حاجات كتير. حلو قوي. مين بقى اللي هيضغط عليه لما بيحصل كودا اكواينا ليجن؟ تقريبا بتضغط على كل اللور لمبر والاساسيات يعني. تمام. فبتضغط تقريبا كده على ال 4 وال 5 واس 1 واس 2 واس 3 كابشر كده مع بعض. تمام. كل دول مضغوط عليهم. فبالتالي هيبقى عنده حاجات كتير. يعني ايه حاجات كتير حضرتك؟ اللي عايز افهمه لكم ان اس 2 و3 و4 دول بتوع السفنكترز والكونترز والسكسور. اس 2 و3 و4 دول بتوع السفنكتر والسكسور. فالان لو عنده كودا كواينا ليجن ممكن يبقى عنده ايه العيان؟ سفنكتري ديستربنس. والان ممكن يبقى عنده سكسور وات؟ ديسفانكشن. اس 2 3 4 بيعملوا سفنكتريك وسكسور ديسفانكشن. فاكرين سياتيك نيرف؟ فاكرين سياتيك نيرف؟ هو سياتيك نيرف كان النيرف الروت بتاعه كام؟ قال 4 5 اس 1 2 3. يعني في الكودا اكواينا انا اضغط على مين؟ على النيرف الروت بتاع السياتيك نفسه. ففي الكودا اكواينا العيال بتبص على ايه يا سامي؟ بتبص على ايه؟ مكتوب عندك كام؟ في الكودا اكواينا بيبقى العيال عنده فين زي مين؟ زي سياتيك. للمره مليون كودا اكواينا ده سنترال هيرنيشن ضغط على نيرفات روت كتير مع بعض بدا من ال 4 لغايه الاخر. تمام. اس 2 3 4 بتوع السنتريك والسكسور. فالان هيبقى عنده سنتريك وسكسور. ال 4 5 اس 1 2 3 بتوع مين؟ بتوع السياتيك نيرف. فالان هيبقى عنده ايه؟ سياتيكا. تمام. هنا برضو على الان هيبقى عنده حاجه اسمها سادل انستيزيا. اس 2 3 4 ماسكين الحته دي. تمام. فالان بيبقى عنده حاجه اسمها سادل انستيزيا. انستيزيا كده هتفخده زي سرجل ايه؟ الحصان. ولو انتم مش فاكرين الحته دي هفكرك برضه باول يوم في السنه. اول يوم في السنه؟ اول يوم في السنه. فاكرين سينوس سكروتم؟ فاكرين لما خدنا سينوس سكروتم؟ سينوس سكروتم. سينوس سكروتم اول يوم في السنه، ده سينوس سكروتم. كنت قلت لكم قدام سينوس سكروتم سبلاي دي مين؟ قال لي واحد. والبوستيريور سكين اوف ذا سكروتم كان سبلاي لمين؟ اس 2 و3 لو فاكرين يعني. يبقى العيان لو عنده كودا كواينا ليجن هيبقى عنده لوس اوف سنسيشن سادل اهو برينيه. واني حتى من السكروتم؟ بوستيريور. ده بقى سرج الحصان يعني، ده بقى سرج الحصان. صح ولا انا ولا انا ولا مش صح؟ يا ابني صح ولا مش صح؟ صح. تمام. الان برضه هيبقى عنده مشكله في الكونتراكشن بتاع عضلتين. الان هيبقى عنده مشكله في الدي اكستنشن والدورسي والبلانتر فلكشن. يعني هيبقى عنده مشكله في الدي ومشكله في الانكل كموتور. الكودا كوان ليجن هيبقى فيه مشكله في الدي وهيبقى عنده فيه مشكله في الانكل كموتور. الانكل بيبقى مضروب بلانتر ودورسي فلكشن عشان السياتيك. الدي بتبقى مضروبه اكستنشن بس. الدي بتبقى مضروبه اكستنشن بس. loss of knee extension. loss of knee extension. واشر سؤال عندهم في الحته بتاعت الكودا اكواينا ليجن. الكودا اكواينا ليجن بيقول لك كل الحاجات دي موجوده في الكودا اكواينا ليجن ما عدا لا مش فاكر السؤال. فاهم؟ انا حط السؤال بعدين نسيت السؤال. ليها قصه بالنية يعني. نسيت السؤال. ما عدا دي فلكشن. برافو عليك. ايه الحلاوه دي يا حمو؟ بس ما شاء الله. ليه ما بقاش فيه لوز اوف دي فلكشن؟ عشان السرتوريوس. ايه الحلاوه دي يا حمو؟ انا بحط السؤال ده في يوم من الايام. طيب. بالمناسبه ربنا يخليكم، هو دي اكستنشن تبع مين؟ مين اللي بيعمل دي اكستنشن؟ الكوانتيسبس. بيعمل دي اكستنشن الكوانتيسبس، والكوانتيسبس سبلاي بكام؟ ال 4 ال 4 كود سبلاي بال 4. حتى دايما احفظكم اسمها ايه؟
في جلسة بكده والله اسمها وقت بالترسابس تبقى سبلاي بكام؟ الأربعة. يعني لو في يوم من الأيام جاب لي بروجرام سولفينج برضه بروجرام سولفينج برضه وقال لك العيان عنده ديسك برولابس والعيان مش عارف يعمل ايه اكستنشن العيان مش عارف يعمل ايه اكستنشن يبقى الهرنيشن عند انهي ليفل؟ لا الهرنيشن عند انهي ليفل؟ قال لي ديسك قال لي ثلاثة على أربعة. لو في مشكلة في الدي اكستنشن بس لو مشكلة الوحيدة في الدي اكستنشن بس أنا أحب عنده هرنيشن عند انهي ثلاثة قال لي الأربعة. لو مشكلة في الدي اكستنشن بس طبعاً ما علينا بقى المهم بقى عايزين نكزامن العيان عايزين نكزامن العيان. انا كده شرحت السيمبتومز والجودة الكوينة والباك بين وخدني اهم حاجة جات في الايام فيه يمين ريفلكس ريفلكس يا رب تيجي السنة دي يا رب نفسي تيجي ريفلكس تبقى حلوة لو جات دي ريفلكس هنيجي نتكلم على ايه بقى على لما نفحص العيان لما يفحص العيان هيبقى عنده طبعا سكوليوزز وبيعملوا في العيان التو تست دول تمام في تسليم بيتعملوا في العيان تو فرونت الله اعلم تو فرونت ولا تمام في حاجه اسمها ستريت لاج ريزنج تيست ستريت لاج ريزنج تيست هنمسكوا العيان ويرفعوا رجله هنمسكوا العيان ويرفعوا رجله تمام تمام انا كده بزود التنشن او بزود التراكشن على مين لما برفع رجل العيان سياتيك نيرف لما برفع رجل العيان كده والعيان قال اي اي ورا العيان قال اي 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 ورا ده مش معناه ان عنده ديسك برولابس ده معناه ان عنده اريتيشن او ضغط على مين على الروس بتاع السياتيك نيرف زي كمان يا حبيبتي فين اللعبه مش كرافه في شرطه ده طلع يشرب يا شنتي اول ما بتنامي يشرب اللعبه ده اشرب يا عم تمام ما بديش حاجه عن الفيوجرز فلما العيان بيرفع رجله فبيبقى عنده ضغط على الروس بتاعت السباينال سياتيك نيرف طيب بتوع النيورو بيقولوا حاجه ظريفه قوي قوي اكتب يا سامي اكتب اكتب والله العظيم بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك الستريت لاج ريزنج تيست ده از سترونج سنسيتيف هو ده هو مفيش غيره بس ستريت لاج هيكون اني تيست هو ده ستريت لاج ريزنج تيست از سترونج سنسيتيف 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 ليه بقى؟ ان في تراكشن على مين؟ على الساتيك نيرف تمام بعد كده بيعملوا في العيان حاجه اسمها كلوزد ستريت لاج ريزنج تيست كلوزد لاج ريزنج تيست يعني هو العيان عنده سيمبتوم شمال هو العيان عنده سيمبتوم شمال فالعادي لما ارفع الشمال يجي له هنا ايه؟ بين شمال تمام اللي مش عادي بقى ان العيان يبقى عنده بين ايه؟ شمال العيان عنده بين شمال بس لما نرفع رجله ليه؟ اليمين يجي له بين شمال برضه ثانية دكتور العيان عنده بين شمال العيان عنده بين شمال الحتة دي بتوجعني يا دكتور وعندي هنا باك بين ناحية الشمال ولما بيقوم يقوم بيقفل ناحية الايه؟ الشمال فبيعتبروا العيان ازاي عشان يعرفوا ان في سترتش على الباك بتاعت الساتيك الدوز بتاعت الساتيك هتفعل رجله ليه؟ شمال فالعيان يقول اي 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 هنا الشمال ورا اهو عشان دي الحتة بتاعت الساتيك ايه؟ على الناس على الناس عند كل الناس ما علينا اللي مش عادي بقى ان العيان يبقى عنده كل السيمبتومز ايه؟ شمال يرفعوا رجله ليه؟ اليمين فالعيان يجي له فين؟ دي بيسموها كروت ايه؟ كروت ستريت لاج ريزنج تيست هم بتوع النيورو بيقولوا ايه بقى من خبرتهم يعني وبرضه سامحوني برضه انا مش استشاري مخ واعصاب ان الاولانيه كانت مور ايه؟ سنسيف سنسيف لحاجه على ديسك بروليف الكروت بقى مور سبيسيفيك يعني بتؤكد يعني يا ربي وفاهمين مور سبيسيفيك يعني ايه؟ يعني بتؤكد بقى ان الضغط على الروس بتاعت الساتيك نيرف دي مش عشان عنده ساتيكا ولا عشان عنده نيورايتس عشان عنده ايه؟ ديسك بروليبس يعني اللي عنده ساتيكا بس اللي عنده ساتيكا بس عنده نيورايتس بس هيبقى عنده اني ساين الوحيده اللي بوزيتيف الستريت
انما اللي عنده سياتيكا عشان عنده ديسك برولابس هيبقى عنده اني ساين البوزيتيف الاثنين. فعشان كده هما بيشعوا كده للعيال بتوع الاي ام بي، وطبعا يقعدوا مع بعض بقى وتفهمهم بزياده احسن منكم طبعا. هما بيقولوا لهم كده يعني دي بفلوسهم يا ابني بيسمعوني دلوقتي يعني هيزعلوا مني هيفرشوا عليا. احنا واخدين حقهم ثلاثه وثلاثه، وبعدين بيقول لك احنا مظلومين، احنا مظلومين مش عارف مظلومين ليه. تمام. واحده سترونج سنسيف والثانيه سترونج سبيسيف. بعد كده بيعملوا دي، ركزوا معاهم بيعملوا دي، دي اسمها ايه دي بقى؟ ريفرس ستريت لاج ريزنج تيست. خلاص خلصنا الديسك بروجرام. ريفرس ستريت لاج ريزنج تيست دي معناها ايه بقى؟ دي معناها ان في ضغط على مين؟ دي الضغطه كده مش على الرؤوس بتاع السياتيك، ده نام على بطنه ورجع رجله لورا، دي معناها في ضغط على انهي رؤوس؟ الفيبرال. ودي ما اسمهاش كروست، دي اسمها وات؟ ريفرسد. دي اسمها ريفرسد معناها ان في ضغط على الرؤوس بتاعت الايه؟ الفيبرال نيرف. نيجي بقى للكلمه الحلوه، هنشخص العين ازاي في الديسك برولابس طبعا. اكس راي ما بيبينش حاجه، ايه الدياجنوست طبعا؟ الام ار اي، والام ار اي بيبين، والام ار اي بيبين الليفل بتاع الريليشن، ولو في ضغط على النيرف روت في ضغط على سباينال كورد نفسه. ها؟ احسن دياجنوستيك موديل طبعا من غير ما تفكر يا مين؟ الام ار اي، الام ار اي، الام ار اي. ايه بقى علاج الديسك برولابس؟ اعمل ده ايه علاج الديسك برولابس؟ كونزرفتيف. علاج الديسك برولابس كونزرفتيف، ثم كونزرفتيف، ثم كونزرفتيف. مش عمليه خالص، علاج الديسك برولابس كونزرفتيف. انرجيزيك. ما دي حاجه فيزيوثيرابي. بيفك السلاسل بتاع الفاصل بالفيزيوثيرابي. اهم حاجه بقى لا تتخيلوها، اهم حاجه بقى لا تتخيلوها، لا تتخيلوها، تتخيلوها. تفتكروا ايه في الكونزرفتيف؟ ويت ريدكشن. اهم حاجه العين يخف. لان غالبا البتاع بتطق من كتر الايه؟ التخن والوزن والبتاع. فلما العين يخف ممكن البتاع ايه؟ ترجع لوحدها شويه، يعني حتى لو في دين في الانيولاس فيبروزز ممكن يوكلاس فيبروزز ترجع لوحدها شويه. تمام؟ ايه؟ ما بعرفش، لا ما ليش دعوه باللي بيحصل في العيله، اي حد ما فهمش حاجه. ما حدش يسالني اي حاجه. تجارب شخصيه ماليش، ما اعرفش. تمام؟ فيزيوثيرابي ويت ريدكشن. عايزين بقى نعمل العيان عمليه، عايزين نعمل العيان عمليه. فلو جالكم مثلا ديسك برولابس فالدكتور عادل حسن بقى امتى نعمل العيان عمليه؟ تمام؟ امتى نعمل العيان عمليه؟ انا كتبت لكم في الورق. طبعا في حاجتين في الورق لازم نعمل عمليه من غير ما نفكر، امتى لازم اعمل عمليه؟ موتور وسكشوال وسكتريك، موتور وسكشوال وسكتريك. يعني لو العيان وصل لمرحله الديسك برولابس ان شال لا مؤاخذه او عنده بيعمل تويت على روحه او عنده سكسوال ديسفانكشن، كل ده از ابسولوت انديكيشن فور وات؟ فور سيرجري. تمام؟ برضه من ضمن الانديكيشن للعمليه انتراكتابل بين. انا اكتب لكم لو في سيفير سيمتومز او بين، لا هم النيورو بيقول لك لازم البين يبقى وات؟ انتراكتابل. يعني عنيف قوي البين ده. انتراكتابل يعني عنيف، لا مش قادر ايه؟ يستحمله. تمام. برضه بتوع النيورو كاتبين زودوا حاجه من ضمن الانديكيشن بتاعت العمليه، يعني لو ابتدى يبقى مع، طبعا هو بيشرحوا على اساس انها سبونديلوزز، سبونديلوزز. تمام؟ فما ساعات يقول لك كونديشن ممكن يبقى اسوشيتد معاها مثلا تير في الليجامنتس، لاكسيتي في الليجامنتس. فاهمين ولا لا؟ يعني هم النيورو ما بيشرحوهاش كديسك برولابس، هم النيورو بيشرحوها كمان اسمه سبونديلوزز. لسه زي ما قايلين حالا سبونديلوزز بيأفكت الليجامنتس وبيأفكت الجوينتس والكلام ده كله. فمن ضمن الانديكيشنز اوف سيرجي عندهم قال لك لو العيان عنده اسوشيتد سباينال انستابيلتي، يعني مع الديسك برولابس عنده اي حاجه سبونديلوزز عامله له تير في الليجامنتس، عامله له الكلام ده كله، فده يعتبر كده انديكيشن وات؟ للسيرجي. فاهمين ولا لا؟ فزودوا كلمه سباينال ايه؟ انستابيلتي. تمام. تمام. بعد كده لو هتكتبوا برضو كلام محترم في الامتحان قبل ما نكتب نوع العمليه لازم نكتب الايم اوف سيرجري. هي هدف العمليه. هي هدف العمليه.
يعني نكتب كان نهبط. ايه هدف العمليه؟ هنليف البين، هنليف ال ال هنليف النيورال كومبريشن، هنليف النيورال كومبريشن. هدف العمليه هنليف البين، هنليف النيورال كومبريشن اللي هو عامل بقى برضو موتور وعامل اسفنكتريك، يعني هنليف البين وهنليف النيورال كومبريشن. وهتشيف وقت عشان بيركزوا عليها في النيورو مهمه قوي قوي قوي. هتشيف ايه بقى؟ سباينال استابيليتي. اتشيف سباينال استابيليتي يا ابني، اتشيف سباينال استابيليتي لان وان اوف ذا انديكيشن اوف سيرجي مهمه عندهم لو العيان اسوشيتد وات سباينال انستابيليتي. يبقى انا بعمل العمليه تو اتشيف وات سباينال استابيليتي. يعني نخلي يحط حاجه خازوق كده يخلي المرتبره وتت وتت بدل ما فيها ايه؟ انستابيليتي. بدل ما فيها تو اتشيف سباينال انستابيليتي، تو اتشيف سباينال انستابيليتي. ايوه ايوه نور يا حبيبتي. انا ايه حل حاسك يا عمر؟ تخليه ما مش عارف. زي ما برفع عليه انا حتى مش عارف لما برفع بيجيله البرين ناحيه دي ولا الناحيه الثانيه، فاهم؟ يعني انا نفسي بقول لما برفعها لان بيجيله برين وطنش ولا قلت مين ولا ايه؟ ولا اسمي وعديتها وكلتها مش عارف. انا اللي اعرفه انها سترونج سبيسيفيك وحلوه كده بيحبوها قوي حد الكروز دراج دي. حتى نمت امبارح بدري نسيت اقرا بقى هو الفيني مين ولا الفيني ايه؟ انا قلت هيسامحوني بقى مش هم هيسامحوني في الحته دي. هيحطوا هيحطوا لزق ومشرب. ايه بقى هدف العمليه؟ هنعمل العمليه. العمليه اسمها ديسكيكتومي. يعني ايه ديسكيكتومي؟ بيشيلوا بالظبط بيشيلوا الديسك. بيشيلوا الديسك، العمليه بيشيلوا الديسك. وبعد ما يشيلوا الديسك طبعا بيشيلوا الديسك بطريقتين. بيشيلوا الديسك ثانيه واحده. كلمه يشيلوا الديسك اسمها ديسكيكتومي. ديسكيكتومي. الديسكيكتومي بيتعمل بثلاث طرق. يا اوبن يا بالميكروسكوب يا بالاندوسكوب. زي ما مكتوب عندكم هنعمل ديسكيكتومي. ديسكيكتومي. تمام ديسكيكتومي. هشيل الديسك، الديسك ده اسمه ديسكيكتومي، يا اندوسكوبيك ديسكيكتومي يا مايكروسيرجيكال ديسكيكتومي. لو اتعمل اوبن، لو اتعمل اوبن بيسموه اوبن لامبر لامينكتومي. اكتبوها اوبن ديسكيكتومي وخلاص. لو كلمة لامينكتومي مش عاجباكم خلوها وات ديسكيكتومي، خلوها ديسكيكتومي. بعد ما يعملوا ديسكيكتومي لازم يعملوا بقى في البرتبرا فيوجن. لازم يعملوا فيوجن يثبتوها باي حاجه البرتبرا مع بعض. غالبا بيثبتوها بشريحه ومسامير، غالبا بيثبتوها بامير الله اعلم. يا امير يا بامير يا بشريحه ومسامير اي حاجه. المهم بس تحط كلمه ايه بعد ما عملوا ديسكيكتومي فيوجن. بعد ما عملوا ديسكيكتومي لازم تحط كلمه ايه؟ فيوجن. ديسك برولابس ما ذكروش خالص، السيرفايكال ديسك برولابس، بس لانك انت اوريدي في حته السيرفايكال ريجن انا اوريدي قايل لك كل العضلات بكل حاجه. ولا ما قلتش؟ ولا ما قلتش؟ الترايسبس كام؟ طب اديني من فوق، الدلتويد كام؟ الدلتويد سي كام؟ سي 5. والبايسبس؟ البايسبس سي 6، والترايسبس سي 7، والانترنسك ماسل بتاعت الهاند سي 8. سي 8. يعني لو قالك العيان عنده مشكلة في البايسبس، لو قالك العيان عنده مشكلة في البايسبس، يبقى العيان عنده الهرنيشن فين؟ لو العيان عنده مشكلة في البايسبس يبقى الهرنيشن فين؟ سي 5 سي 6. لو العيان عنده مشكلة في الترايسبس يبقى الهرنيشن فين؟ سي 6 سي 7. صح ولا انا غلطان؟ ولا الترايسبس سي سي 7. هنا بقى الموست كومن سايت اوف سيرفايكال ديسك هيرنيشن. تعرف تعد؟ يعني الموست كومن نمبر كام؟ 4 5. يبقى الموست كومن سيرفايكال 6 7. ده الفرد اللي كنتوا بتعرفوا تعدوا بس. تعرف تعد لغايه كام؟ الموست كومن نمبر 4 5، الموست كومن سيرفايكال كام؟ 6 7. الموست كومن سايت اوف سيرفايكال هيرنيشن 6 7. الموست كومن سايت اوف سيرفايكال هيرنيشن سي 6 سي
سبعة مش عايز اكتر من كده. لا دي بيحبوها يعني دي بيحبوها. عملنا في اللمبر عملنا حاجه اسمها ايه؟ عملنا كلينيكال كام تست؟ اثنين. فيبرال ريفرسال ده وسات كان اسمه ستريت لاج وكلوز ستريت لاج اللي انا ايه ضعيف فيه شويه ضعيف فيه شويه تمام. هنا بقى بالسيرفايكال ديسك بروليبس بيعملوا حاجه اسمها سبيرلينج تيست او سبيرلينج ساين. سبيرلينج خدتوها في البطه دي سبيرلينج تيست او سبيرلينج ساين. ما مش مكتوبه ما انا عارف مش مكتوبه ما انا عارف حبيبي. هو الراجل قال لك اعملوا الديسك بروليبس منين؟ من المحاضرات. فانا اتنقلت حضرت ليه؟ المحاضرات وجيت بشرحها زي الزيادات الموجوده على الورق، الزيادات الموجوده على الورق، ففي الزيادات الموجوده على الورق في حاجه اسمها وات؟ سبيرنج ساين، غير حتى ان انا ركزت عليها قوي تو اتشيف سباينال وات؟ استابيليتي، حلوه دي في الامتحان تتكتب اتشيف سباينال استابيليتي، بعمل العمليه لو في سباينال وات؟ الاستابيليتي شغاله معانا دي. تعالى تعالى يا ناشف بس ما تكفي لا مش عارف اعمل عليه سبيرنج ساين. لا انا كويس لاني في الرقبه. طب تعالى حمد تعالى حمد. لا سبيرلينج ساين دي سهله جدا 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 جدا. هنجيب الراجل هنجيب الراجل وندي رقبته كده عند السايد اوف ليجن عند السايد اوف ليجن وهو رقبته كده يضغطوا شويه يضغطوا ايه؟ شويه فالعيان يقول لك اي 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 في صباعي اي 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 في صباعك اصبعك كبير وجعني صباعك كبير وجعني. يبقى كده اني نيرف روت عليه كومبريشن سي 6. فهمت الفكره؟ ده عشان توشيف ده تست عشان ديتكت الحته اللي فيها ايه؟ برولاب دي اسمها سبيرلينج ايه؟ ساين دي اسمها سهله؟ خلاص سهله. انا عايز نزود الكومبريشن كده على النيرف روس وبيعملوا ايه في العيان؟ بيدوسوا على ايه؟ على راسه كده. فالعيان يقول لك حضرتك الصبعين دول وجعوني الصبعين دول وجعوني الصبعين دول وجعوني. يبقى مين مضغوط عليه؟ سي 7. يبقى الريليشن ما بين كام وكام؟ سي 6 سي 7 اللي هو الموست كومن سايز. شكرا يا حمد ربنا يخليك. تعرفوا تكتبوا الكلام ده بالانجليزي ولا لازم اقوله؟ تعرفوا تكتبوه بالانجليزي ولا لازم اقوله؟ اكتبوه يعني. طبعا اكزامينر بيترن الهيد بتاعت البيشنت وذا افكتد ايه؟ سايت ويعمل ايه على الهيد؟ كومبريشن بيعمل اب وبيعمل على الهيد كومبريشن اللي هو داونورد كومبريشن يعني. فالبين يسمى على الافكتد وات؟ درماتوم. البين هيبقى البين مبي البين هيبقى ريفيرد على فاكت دي درماتوم. انا كده شرحت حاجه مهمه قوي قوي اسمها وات؟ لا انا شرحت الديسك بروليبس. انا شرحت حاجه اسمها وات؟ لا مش سبيرلينج ساين. انا شرحت سبونديلوزيس. سبونديلوزيس اللي بيفكت كل حاجه ايه في البرتيم. تمام. بعد كده لازم تبقوا عارفين يعني ايه سبونديلولايسيس. خدتوا في البطنه سبونديلولايسيس؟ اكتبوا سبونديلولايسيس. لازم تبقوا عارفين الفرق ما بين سبونديلوزيس وسبونديلولايسيس وسبونديلوليسيسيس. خدتوا الكلام ده في البطنه؟ طيب اكتبوا الكلام ده معايا معلش. سبونديلوزيس. لا سبونديلوزيس خدناها. سبونديلولايسيس. في حاجه اسمها سبونديلو سبونديلو لايسنس. دي غير مين؟ دي غير سبونديلوزيس. سبونديلو لايسنس. تمام. سبونديلو لايسنس دي عباره عن ات از فراكشر فراكشر ده عضل 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 ده فراكشر في حاجه اسمها البارز بارز بار بي اي ار اس بارز انتر ارتيكولاريس. في اللامنة بتاعت الفرتبرا. مش الفرتبرا بيبقى طالع منها حاجة كده صغيرة كده اسمها لامنة. حبيبتي مش الفرتبرا بيبقى دي بقى الفرتبرا. هي دي. هي دي البارز انتر تكلاس فراكشر في الحته دي.
لا دي مش دي في الهنج مان ما علينا تمام دي جزء بس كلمتين يعني ما هي الانتر ما هي السبونديلولايسيس دي كسر في حاجه اسمها بارز وات انتر ايه ارتيكولاريس موست كومن عند ال 5 وات موست كومن عند ال 5 عارفين دي بتحصل في مين؟ ده ستريس فراكشن ستريس فراكشن في الناس الرياضيين الناس الرياضيين ده ستريس فراكشن في الناس بتوع الرياضيين واكتر رياضه بتعمل البتاع دي الزانه عارفين الزانه؟ اه عارفين اللي بيجري بتاع تمريض قبل لا وبعد كده الزانه دي يقعد ينط من فوق عشان بيعمل ايه في ظهره؟ هايبر اكستنشن الزانه بس مش عايز غير وانا ببقى وانا ماشي على درس يا ابني انا بقول لك بس في حاجه اسمها وات سبونديلولايسيس عشان مختلفه عن مين؟ سبونديلوزيس ده حاجه تبع العظم ده كسر في الحته دي في الناس الرياضيين اللي بيلعبوا زاد بس خلاص يعني كسرت وهو على رقبته ايه؟ لا كسرت وهو بيعمل يعني هو بيعمل كده يعمل الضهر وده ستريس تروما في الضهر الزنا اتكسرت وهو على رقبته هو بيعمل هايبر اكستنشن العظمه ايه اتكسرت بعد كده هنكتب حاجه اسمها سبونديلو ليسيسيس سبونديلو ليسيسيس سبونديلو سبونديلو هذا كده خدنا النهارده خدنا عندك السبونديلوزيس والسبونديلولايسيس والسبونديلو ليسيسيس سبونديلو ليسيسيس نبعتين حاجة عنها بس ايه بقى السبونديلو ليسيسيس ده دي عبارة عن دي ممكن تيجي سلايدات دي بتيجي سلايدات السبونديلو ليسيسيس بتيجي سلايدات بيجيب لك صورة كده ويقول لك دي سبونديلوزيس ولا سبونديلو ليسيسيس ولا سبونديلو لايسيس ولا فراكشر فيرتيبرا ولا وات ايفر دي بتيجي سلايدات كتير بقى دي عبارة عن ايه بقى مين شاطر عارفها مين خدها في الرمض طيب دي عبارة عن anterior displacement دي سهلة دي سهلة anterior displacement of the vertebra relative to the vertebra below anterior displacement of the vertebra relative to the vertebra below بتهيألي شرحة نفسها يعني واحدة الفرتبرا اللي فوق حصل فيها ايه؟ راحت لإيه؟ لقدام in relation لمين؟ اللي تحت تمام سبونديلو ليسيسيس غير سبونديلو لايسيس غير وات سبونديلوزيس خلاص حد يبتدي دي حاضر بس عشان ما غلطش الحته بتاعت السباين دي مهمه دي بقى بتعمل ايه بقى؟ دي بقى بتعمل ايه طبعا لما فيرتبرا بتطلع لقدام لما فيرتبرا بتطلع لقدام من ريلاتيف لمين؟ اللي تحتها دي بتعمل حاجه اسمها البريزنتنج سيمتوم لامبر كانال ستينوزيس بتعمل استروزس في اللامبر كانال فده هيبقى عنده لامبر كانال استروزس تمام لامبر كانال استروزس لامبر كانال استروزس فاكرين افكركم بالحته دي اللي بتعمل وات لامبر كانال استروزس فاكرين في سنه 5 اول السنه دي لما كنا بنقارن ما بين مين الباسكولار كروديكيشن ومين؟ والنيوروجينيك كروديكيشن؟ فاكرين ولا ناسيين؟ ايوه برافو عليك قلنا لما يطلع جبل البين بيسوق بتاع مين؟ بتاع النيوروجينيك انما بتاع النيوروجينيك البين بيتحسن لما ايه؟ هو ده اللمبر كانال ستينوزس هو ده اللي بيعمل نيوروجينيك بين اكتب جنبيه ده اللمبر ده النيوروجينيك بين اللي احنا قارناه في اول السنه مع مين؟ مع الباسكولار بين ده بيتحسن لما العين يطلع ابيل ليه بيتحسن لما العين يطلع ابيل بيرجعها لورا ايه نلعبه الزانه انا اللي لعبه الزانه بالظبط عشان نرجعها لورا والله ده البين بيتحسن ايه ده البين اللي هو بيتحسن ايه اب هيل بس كلمتين بس علشان نبقى عارفين حاجه اسمها سبونديلو ايه ليسيسيس
تمام؟ هشرب سيجاره ونكمل، ده مش بريك. هشرب سيجاره ونكمل. احنا كده خلصنا الحته بتاعت ايه؟ احنا اشتغلنا ساعه وربع، ربع ساعه خدنا مين؟ من البيت، ساعه خدنا السمايل، وهات يا سلام من دكتور إسراء مش عارفة تسجيلي اشتغل هناخد حاجة اسمها سباين ايه بيبتا برضو كلكم هتقولي معلومة كده سخيفة حضرتك سباين بيبتا بقى مش موجودة فين في الكام الاسم بس علينا علينا برضو سلايدات وعلينا ام سي كيوهات وعلينا كل حاجة يعني ممكن ما تجيش ريتل بس علينا سلايدات وام سي كيوهات سباينا بيبتا بيسموها حاجة اسمها وقت بقى سباينال ديسترافيزم وكيف انهم ده ذكروها لما ذكرتوها لما طلع عينكم يعني سباينال ديسترافيزم تمام هنزود برضو الحاجات اللي هي بيقولوها في البرزنتيشنز يعني اول حاجه دي فيري كومن كونجنتال انومالي فيري كومن كونجنتال ايه انومالي 2 على كل 1000 اثنين على ايه؟ كل ألف اثنين على كل ألف اللي انت مكتوب في الورقة هي اثنين على كل ألف بعد كده الفوليك أسيد دورينج بريجنسي بيحمي الفوليك أسيد دورينج بريجنسي بيحمي دي بقى حاجة مشهورة جدا دورينج بريجنسي يعملوك النساء انتوا اللي خلصتوا النساء امبارح لو الأم خدتها بتعمل سباينال ديسترافيزم ايه؟ ماشي ايه بقى الدواء اللي بتاخد ديول البريجنسي بيعمل السباينال ديسترافيزم يعني الانتيبيوتيك مثلا قربت الانتي بليتيك انا انتي بليتيك بزياده الصوديوم كان اسمه صوديوم ايه؟ فالترويد صوديوم فالترويد فين الكلام ده؟ الكلام ده هنزوده يا سيدي انت مكتوب ان الفوليك اسيد بيحمي الفوليك اسيد بيحمي انما اللي بيعمل بقى اللي هو بتاخد انتي بليبتيك برافو عليك يا عبد النبي بزياده الصوديوم ايه؟ بال برويد وفيها فاميليال انسلنس فيها فاميليال انسلنس برضه فيها فاميليال انسلنس 10 اندرولوجي بتاعها 10 اندرولوجي بتاعها ومو بعد كده في الزباله مو بعد كده فين؟ في الزباله يعني للي عايز يعرفه يعرفه اللي مش عايز يعرفه ما ايه؟ ما يعرفوش يعني تمام ده جلد ال 13 هشرح حته البيولوجي دي وبعد كده في الزباله ده جلد ال 13 تمام الجلد ال 13 الجلد بتاع الظهر ده اللي هو جلد ال 13 جلد لو بتدرم يعني انتوا جلد ال 13 تمام الجلد بتاع الظهر ده بيطلع فيه جروف بيسموا ايه الجروف ده في الجلد بتاع الظهر؟ نيورال جروف نيورال ايه؟ جروف يعني الجلد بتاع الظهر هيطلع فيه هنا كده ايه اهو الجلد ده الجلد بتاع الظهر حصل هنا فيه اهو جروف اهو ده جروف اهو اسمه ايه الجروف ده؟ نيورال ايه؟ نيورال جروف نيورال جروف بعد كده النيورال جروف ده هيتحد مع بعضه كده هيلف يمسك في بعضه كده فلما النيورال جروب ده يمسك في بعضه كده هيعمل بقى حاجه اسمها وات نيورال ايه تيوب نيورال تيوب نيورال تيوب نيورال تيوب يعني من التودرم بتاع الظهر طلع حاجه اسمها نيورال جروب النيورال جروب لف على بعضه وعمل حاجه اسمها وات نيورال تيوب تفتكروا النيورال تيوب دي مصيرها ايه النيورال تيوب دي هتنفصل عن الجلد خالص هتنفصل عن الجلد خالص وتعمل حاجه اسمها وات سباينال كورد او ضلع زي يعني بعد كده كان في نيورال جروب بقى اسمه نيورال تيوب النيورال تيوب جت هنا اهو النيورال تيوب دي في يوم من الايام بقى اسمها ايه؟ سباينال كورد سباينال كورد صح؟ صح ده كان اسمه ايه ده؟ ده كان اسمه ايه؟ الاكتودير الاكتودير اللي عمل مين؟ النيورال تيوب والنيورال جروب والسباينال كورد يبقى هنا كان في ميزودير هنا كان في ميزودير هنا كان في ميزودير الميزودير بقى المفروض يبقى عنده دم يعني ايه الميزودير بيبقى عنده دم؟ يلف يلف حوالين الكور ليه الميزودير بيلف حوالين الكور؟
عشان يعمل ايه؟ الاسباين اوربر تيبل. يعمل اسباين ايه؟ اوربر تيبل. فانتوا بتهيألي دلوقتي اتخيلتوا يعني ايه بقى اسباين ابيبدا؟ ايه اللي بيحصل في الاسباين ابيبدا؟ الميزوديرم ماله؟ ما بيلفش تماما، برافو عليك. الميزوديرم ما لفش تماما، فلما الميزوديرم ما لفش تماما فحته من الاسباين بقت ايه؟ بيفت، حتى من الاسباين ما اتحدش، فده بيسموه سباين ايه؟ بيفت ده. يعني مشيله كده تمام؟ دي حددت البلوج بس اللي يعني ايه للزفه كده، تفتكرون ان كان في حاجه اسمها نيورال تيوب ونيورال جروف وحاجه اسمها ميزوديرم، والميزوديرم كان المفروض يلف يعمل الفرتبرا، لو الميزوديرم ما لفش ما عملش الفرتبرا فدي حاجه اسمها سباين بيفت. السباين بيفت بقى نوعين. تمام. في سباين بيفت يا رب افهموا. في سباين بيفت يعني السباين دي بيفت يا راجل اه والله. يعني السباين دي بيفت من غير هرنيشن ولا للمنجيز ولا للسباينال كورد تيشن. فدي بيسموها سباين بيفت ايه؟ وكالتا. دي بيسموها سباين بيفت وكالتا. تمام؟ دي تقريبا موجوده ب 10% من الناس. يعني ناس كتير عندهم سباين بيفت ايه؟ سباين بيفتا وقلطة يعني السباين ملحمش من غير هرنيشن لمين؟ للسباينال كورد او للمنجيز. لو في سباين بيفتا مع هرنيشن للمنجيز او هرنيشن للسباينال كورد فدي بيسموها سباين بيفتا اوفرتا، يعني كلمة اوفرتا مفتوحة، في ترونسيل اوفرتا مفتوحة، او سباينا بيفدا مانيفيستا عشان عاملة مانيفيست دي سواري، عاملة مانيفيست سواري، والسواري ده جوه سي اس اف، فالسواري ده بيبقى ايه؟ سيستك، فبيسموها سباينا بيفدا سيستيكا. الله عليك الله عليك. تمام؟ فعشان كده دول نفس الحاجة، سباينا بيفدا مانيفيستا هي سباينا بيفدا اوفرتا هي سباينا بيفدا سيستيكا. اكوردنج بقى للهرنيشن، لو الهرنيشن ده منجيز بس وجواه سي اس اف بس ده بيسموه ايه بقى؟ منجوسين. ما خدتوش الكلام ده في الاطفال طيب؟ يعني ما سمعتوش في الاطفال عن منجوسين واسباينا بيفتا؟ اكيد سمعته. ده اسمه منجو ايه؟ منجوسين. لو العيان هرنيشن للمنجيز وهرنيشن للسي اس اف وهرنيشن للسباينال كورد نفسه طلع لبره، ده بقى بيسموه منينجو مايلو سين. او بيسموه منينجو مايلو سين، مايلو منينجو سين، هما الاثنين حاجه ايه؟ حاجه واحده. وساعات ده بيحصل في منطقه الافا. المنينجو مايلو سين ساعات بيحصل في الافا يا رب. لما المنينجو مايلو سين بيحصل في الافا كنا بنسميه ايه بقى؟ منينجو ايه؟ انكفالو سين. او انكفالو منينجو سين. في بقى انوملي غريبه كده، انوملي غريبه دي مقدم الود لايف، والواد غالبا بيموت في بطن امه، يعني ان الهرنيشن بتاع السبانر كورد والمنينجيز السين كمان ما لحمش. فبتلاقي السبانر كورد ايه؟ طالع لبره كده، وغالبا العيال دول بيتولدوا ميتين، ده كومباتبل لايف. ده بقى اللي اسمه مايلوس كيسز، مش مكتوب عندكم في الورقه كلمه مايلوس كيسز. دي الحاجه الثالثه اللي مكتوبه في الورقه كومباتبل لايف، ديز مايلوس كيسز. اول ما مكتوب عندكم مايلو ايه؟ مايلو سيل، اسمها مايلوس كيسز. مايلو كيسز. دي كومباتبل لايف. مايلو سكيسز. ده الوزن الجولد اللي اسمها الجولد في الشارع. لا هي هي المايلو سيل. هي هي المايلو سيل. وبالتالي احنا جالنا جاستو سكيسز في الامتحان. جت واحنا الوحيدين اللي جاوبناها صح، ان جاستو سكيسز بنعملها ايه؟ سايلو باك. فمايلو سكيسز بقى يعني دي ديفكت في الظهر وبيطلع لبره. زمان الكورد يعني غالبا بتوع نيورو، ما بيعرفوش يصلحوها او دبر، وده انكومباتبل وذ ايه؟ وذ لايكا. ليه ما اعرفش؟ ما علينا بقى، مين اكتر فورم للديزيز؟
After 4 minutes, it is on me. A spina bifida ايه؟ occulta. After 4 minutes, it is on spina bifida occulta. بس لو انا هتكلم على spina bifida manifesta اللي هي مفتوحه يعني فافتر فورم بالديزيز بالثلاثه هو الميرينجو مايوسيل. فاهمين ولا لا؟ يعني افتر فورم بالديزيز هو سبانا بيفدا وقلب. انما افتر مانيفستيشن السبانا بيفدا المفتوحه مين افتر واحده من الثلاثه؟ الميرينجو سيل ولا الميرينجو مايوسيل ولا المايوسيسيس؟ الميرينجو مايوسيل الميرينجو مايوسيل. والميرينجو مايوسيل يا اولاد يا حبايبي اللي هو الميرينجو مايوسيل ده لو فيه ريليشن لمين؟ السباينال كورد والسي اس اف والمينيجيز دايما وغالبا وحتما اكثر من نص الحالات يعني معاهم اذر اسوشيتد كونجنتال انوميز. معاهم اذر اسوشيتد كونجنتال ايه انوميز. مين اشهر انوميلي بيحصل مع المينيجيو مايوسيل يا بتوع الاطفال يا اللي عدوا سنتين تاخدوا فيها؟ ارنولد كاريمال فورميشن. ارنولد كاري سندروم. وحالا هناخد الارنولد كاري سندروم لان برضه الدكتور عادل فاجئنا بحاجه غريبه كده السنه دي برضه ان يعني في امتحان الدور الثاني وفي امتحان الاي ام بي جاب لهم مين؟ الايدوكيرلس. اه والله جاب لهم الايدوكيرلس. ولو لغايه السنه اللي فاتت هتقول طبعا كنت ما بشرحش خالص ايه؟ ولا ايدوكيرلس ولا نيلا وبقول للناس يقولوا ايه؟ في البيت بالاطفال يعني السنه دي يعني طبعا هضطر عشان ما حدش يمسك عليا غلطه ان انا اقول لكم كلمتين عن مين؟ عن الهايدرو ايه؟ كبرس بعد البريك على طول بعد البريك على طول. بعد البريك بعد البريك معنى الاسبانا بيفدا عشان تبقوا عارفين البريك امتى هناخد الاسبانا بيفدا البرين تيومر برين ابسس وبعدين ناخد ايه؟ بريك لايك ماتو لايك ماتو اسرع عليك لو انتوا هتناموا مني حاضر اسرع عليك يا فندم بس يا رب تفهموا. فال ايه تاني انوميلي بتحصل معاها؟ تالي باسيك واينو فارس تالي باسيك واينو فارس تالي باسيك واينو فارس الانوميلي الثانيه اللي بتحصل مع الارنو كالي تاني بس كواينو فارس حتى لو انتوا قريتوا تاني بس كواينو فارس كده هتلاقوني يمكن كاتب جمله بس ما قلتهاش في الحصه يا رب تكونوا قريتوا الملزمه في البيت ان العيان اللي عنده تاني بس كواينو فارس يدور عنده على بط مريجو ايه؟ مايلو سي تمام ايه التالت انوميلي بتبقى مع العيال؟ سكوليوزز سكوليوزز يعني الواد اللي عنده منينجي مايلو سيل ده دور على ثلاث حاجات في الواد دور على ايه؟ ارنولد كياري دور على ايه في رجليه؟ تاني بس كوانو فارس دور على ايه؟ ظهره اسكوليوز يعني امسكه من فوق لتحت كده بنفوخه دور على هايدرو كيفلس بظهره دور على ايه؟ اسكوليوزز الفريق دور على مين؟ تاني بس كوانو فارس دور على دور على اللي انت عايزه فيك تعالوا بقى عايزين كده ننزل الدفعه بتاعتنا ننزل الدفعه بتاعتنا ونعمل سيرفي في الدفعه بتاعتنا مين في الدفعه عنده وقت؟ سباينا بيفدا وكلتا سباينا بيفدا وكلتا دي حاجه ايه؟ كومن وسباينا بيفدا وكلتا دي مش باين مين في الدفعه عنده سباينا بيفدا وكلتا فهنروح عند اللمبر بالتبره هنا كده هنا اللي هي الموست كومن ايه؟ سايت للسباينا بيفدا كده وهنقول لكل الاولاد اللي في الدفعه بعد الدفعه اعملوا ايه؟ يشوفوا ايه؟ ظهركم عشان هندور على علامه ربانيه. علامه ربانيه هنا ربنا حطتها كده عشان دول التداس اللي عندهم مين؟ سباينا بيفدا وكلتا. العلامه الربانيه بتبقى ايه؟ واحد ديرمال ساينس. عنده وخزه، عنده خرق. انا ما قلتش بايرويدال ساينس. بايرويدال ساينس ده كان ليها باثولوجي تاني والشعر ايه؟ دونيسيو انا عنده حاجه شبه بايرويدال ساينس بس هنا مش هنسميها بايرويدال ساينس هنسميها ايه؟ ديرمال ساينس يعني في وخزه في الجلد في وخزه في الجلد نمره اثنين هندور على طفت غير في شعر طالع كتير ربنا عمل علامه ربانيه نمره ثلاثه هندور على لايبوما 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 نمرة أربعة هندور على هيمانجيوما هيمانجيوما تمام؟ والهيمانجيوما دي بين قوسين بتبقى بورت واين أنا مش كاتب في الورقة بورت واين بورت واين بورت واين بتبقى بورت واين تمام؟ بورتو هندور على ثيرمال ساينس تافت اوف هير لايك هوما هيمانجيوما والأربعة دول بيسموهم كوتينيوس استيجماتا كوتينيوس استيجماتا كوتينيوس استيجماتا اوف وات؟
Godine se segmenta u ovom. Ove. Ob Spanja bifde okalt. El alamento rabbaniya, Spanja bifde okalt. وفي الحته دي بيجيبوا صور مشهور جدا 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 كلكم حفظوه صح يعني يقعد يقول لك كونتينيوس سيجمنتا اوف سباينا بيبدا وقلطه كونتينيوس سيجمنتا اوف سباينا بيبدا وقلطه يقعد يحط لك كل الترو اكسبت كده بتبقى الاجابه الاجابه غالبا كافيوري باتشز اللي كافيوري باتش دي مش بتاعت سباينا بيبدا كافيوري باتش دي بتاعت مين؟ نيوروبيلات سؤال سهل يعني كل الاربعه مع بعض ممكن يبقى الاربعه واحد او ثلاثه او اثنين يعني هو ايه؟ هو وحظه يعني هو وحظه وبالمناسبه يعني انا قريت الموضوع ده كان لذيذ يعني انا ممكن اقول لكم كل حاجه من دي بتحصل ليه تمام خلينا في اهم حاجه بقى اهم حاجه هي مين هي الديرمال ساينس والديرمال ساينس دي لاند مارك حاجه مهمه جدا عارفين ليه بيحصل ديرمال ساينس ليه بيحصل ديرمال ساينس لان الفاينل ترمينال عند العيال دول عند العيال دول عند العيال دول اللي هم عندهم سباينال بيبدا ايه وخلطه ساعات بيحصل حاجه غريبه قوي 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 ان الفاينل تيرمينال ما بينفصلش عن الجلد يعني العيال دي الاسبانر كورد بتاعهم برده خلصان بمين الفاينل تيرمينال بس الفاينل تيرمينال المفروض يلعب في اللمبر كانال كده او في الاسبانر كانال كده اللمبر تيرمينال الفاينل تيرمينال بتاعهم فيه حاجه غريبه ماله ماسك فين في السكين ماسك في السكين بقى عامل ايه بقى الفاينل تيرمينال ده عامل ايه؟ ديرمال ساينس عامل ديرمال ساينس ايه؟ هو ده التازا كورد سندروم يا عم ما لسه حالا اصبر يا صبور يا عم اصبر تمام بقى العيال دول عادي بيدي نيلة العيال دول عادي يبقى عندهم ديرمال ساينس ممكن عشان الاسبانال كورد بتاعهم ماسك فين؟ في الجلد الفاينل ترمينال ماسك في الجلد لو الفاينل ترمينال ماسك في الجلد من غير حاجه دي كويسه بس ساعات العيال دول بقى بيحصل لهم حاجه انيال بقى ايه الحاجه الانيال بقى ان السباينال كورد او الفاينال تيرمينال بيبقى مشدود عليه من الجلد لما الواد يكبر شويه ممكن يتشد على الكورد لما يتشد على الكورد كده لما بيشد على الكورد زي ما قال الصبوره ده اللي يمكن في الراوند سمعتوه كلمه وصل كده اسمها وات دازل كورد سيندروم مين في الراوند سمع كلمه دازل كورد سيندروم لو سمعتوا في الراوند كلمه دازل كورد سيندروم هي دي لو شد على الفاينل تيرمينال جامد بقى عامل له حاجه اسمها ديزرت كورد سيندروم للمره المليون مش كل اللي عندهم سباينا بيبدا وقلطه لازم يبقى عندهم وات ديزرت كورد سيندروم ان احنا بنقول ان عندهم سباينا بيبدا وقلطه هم اكثر عرضه يجي لهم حاجه اسمها ديزرت كورد سيندروم ولما يجي لهم ديزرت كورد سيندروم بقى بيشد على الكودا الكوينا من تحت بيشد على الكودا بقى ده الكودا الكوينا واخدها يعني تمام يبتدي الوقت لما يكبر يجي له ايه بقى؟ يبتدي يجي له الاول دكتور الاندوريسيس او يجي لهم ايه مثلا سبكتريك ديستربنس فود ديفورمتيز اللي هي حاجات شبه مين بالبلدي؟ كودا كوين عشان ما نشوف من تحت يعني الواد جورج ابني مثلا لغايه سن 7 سنين كان بيعمل تولد بالليل بيبيع على روح بالليل فانا ابتديت اشوف كان عنده وقت اسبانيا بيفضل وقلطه جبت ظهر الواد وقعدت اعمل ايه؟ قفلي ظهر الواد ليه؟ خايف يطلع وقت عنده تازل كورد وقت تازل كورد سيندروم كتير قوي بتبيع على روح لغايه سنه لغايه سن كام؟ 7 سنين كتير يعني هو طلع عيب طلع عيب في الاخر عملنا دي ان ايه وطلع عيب الحمد لله انت صدق بديلا قلت نايم هناك حلو طب عايز ايه مين تبع لا في تازل كورد سندروم اسباب ثانيه احنا بنتكلم عن تازل كورد سندروم بيحصل مع مين؟ مع الاسباين ايه؟ ده كل فين طيب ما علينا يلا طيب انا كده شرحت مين؟ الاول كده اديتكم فكره عن الديزيز وبعدين شرحت الاسباين بيبدا ايه؟ وجلطه اللي هي بتبقى اسيمبتوماتيك في 4 علامات ايه؟
ربانيه بتدور على ظهر الواد يعني، وبنخاف الواد يوم من الايام يبقى عنده دازل بورد سيندروم، فيبتدي يجي له نوتونال انيوريزيز، يبتدي يجي له ايه؟ فود دروب او وات ايفر. طيب هيجي لي بقى واد تاني بسؤال انتظاره كده، سؤال انتظاره كده تمام. ازاي فرق بقى منين توسيل ومنين تو ايه؟ مايوسيل. هما مبدئيا هما فيهم حاجات مشتركه يعني ما بين المينيجوسيل والمينيجو سيل مايوسيل، في حاجات مشتركه. المشترك ما بين الاثنين هما الاثنين سيستك كان جواهم ايه؟ فلويد تمام، سي اس اف. هما الاثنين بيدوا سبونسر ليبر فروم كاف يعني زي الهرني على فكره، عشان كونكتد مع السباينال ايه؟ كنال. فالمينينجو سيل والمينينجو مايرو سيل الاثنين سيستك، الاثنين بيدوا سبونسر ليبر سي اون كاف. ازاي الفرق اكتري بقى؟ المينينجو سيل بينور في الضلمه، المينينجو سيل بينور في الضلمه. ليه المينينجو سيل بينور في الضلمه؟ عشان جواه ميه بس. انما المينينجو مايرو سيل ما نورش في الضلمه. ليه المينينجو مايرو سيل ما نورش في الضلمه؟ عشان جواه سباينال كورد. فده فرق مهم اكتر، ده فرق اهبل، فرق اهبل، لان في حاجه واضحه وصريحه جدا جدا جدا. اللي عنده مينينجو مايرو سيل ده بيتولد مشلول، اللي عنده بارالايز ده بيتولد مشلول بارالايز، لان في خلاط السباينال كورد طلع بره والنص ضغط عليها والرؤوس اتدمرت. العيال بتوع مينينجو مايرو سيل بيتولدوا بارالايز، بيتولدوا بارالايز لدرجه برضه يعني، بس مش عايز افتي اقولها تاني، مش عايز افتي اقولها تاني لحسن تيجي في الام سي كيو تاني وتضربوا لي تاني. المينينجو مايرو سيل من ضمن العمليات المفروض تتعمل امتى؟ انتروتراين طبعا. لو الواد عنده مينينجو مايرو سيل المفروض العمليه تتعمل جوه بطن امه قبل ما الواد يتولد ايه؟ قبل ما الواد يتولد مشلول طبعا، قبل ما الواد يتولد مشلول. فالفرق الجوهري بين المينينجو مايرو سيل والمينينجو سيل، المينينجو مايرو سيل بيتولد مشلول والمينينجو مايرو سيل ملوش علاج. المينينجو مايرو سيل ملوش علاج، يعني لما نيجي نعمل الواد دلوقتي عمليه ونرجع له البتاع ده كانه هرنيا ونقفل له الديفكت، هو في ديفكت يعني كانها هرنيا بالظبط، هنرجع الكورد والكلام ده كله ونقفل الديفكت. الواد بعد العمليه هيفضل ايه برضه؟ هيفضل مشلول، هيفضل مشلول، هيفضل مشلول. فالمينينجو مايرو سيل ملوش علاج تمام. وعندهم برضه سؤال ام سي كيو كومن جدا جدا جدا، ايه الموست فيلد كومبليكيشن للمينينجو سيل والمينينجو مايرو سيل؟ يعني ايه اخطر حاجه بيخافوا منها عشان كده بيعملوا العمليه بدري؟ انفكشن، رابشر وانفكشن. لازم الرابشر الاول فبعدين يجي له بعد كده انفكشن. الموست سيريس كومبليكيشن رابشر وانفكشن. الاثنين يا عمر. الاثنين يا عمر. ايه الانفستيجيشن؟ خلاص فرقنا كلينيكال. ايه الانفستيجيشن اوف تشويس في الاثنين سواء مينينجو سيل او مينينجو مايرو سيل؟ عشان نعرف ايه اللي طالع والكونتنت وجواه ومش جواه. ام ار اي طبعا الانفستيجيشن اوف تشويس في الحالات دي ام ار اي. ام ار اي سواء مينينجو سيل او مينينجو مايرو سيل لازم نعمل ام ار اي عشان نعرف النيشر بتاع السوالينج والكونتنت اللي جواه والكلام ده كله. برضه بقى في الاسبانة بيبدا وقلطة، ربنا يخليكم، في الاسبانة بيبدا وقلطة يفضل نعمل ام ار اي. ليه بعمل ام ار اي بقى في الاسبانة بيبدا وقلطة؟ عشان اعرف مين اللي عنده ومين اللي ما عندوش وقت تازل كورد سيندروم. مين الفايلم تيرمينال بتاعه ماسك فين؟ في السكين. مين الفايلم تيرمينال بتاعه ماسك في السكين؟ وكلكم فاكرين يعني ان الام ار اي، او الجمله حلوه يعني ان الام ار اي هيقول لك اصل العيال عنده فايلم تيرمينال وماسك فين؟ في كل لا ما بيبقاش فاينل تربنال خالص، ده رفيع جدا. وما بيعرفوا ازاي ان الواد عنده تازل كورد سيندروم. ايوه ايه الحلاوه دي؟ ايه؟ ما مكتوبه؟ الكونس من اللارس بيبقى عندنا في الاوضه. عشان ارد الواد اللي عنده تازل كورد سيندروم، الكونس من اللارس بيبقى عدى اقل واحد، مش لسه قايل لكم حاجه. الكونس من اللارس بيخلص عند كام؟ عند اقل واحد. هنا الكونس من اللارس بيبقى نازل تحت اقل واحد، ايه اللي الناس اللي الكونس من اللارس تحت اقل واحد؟ يا رب يفهموا انا بقول ايه. ايه اللي منزل كونس مدلان تحت اقل واحد؟ شد عليه، برافو عليك. يعني الام ار اي في الاسبانيا بيبدا وقلطه له فاليو غير الام ار اي في مين؟ في الاسبانيا بيبدا مانيفيستا. في الاسبانيا بيبدا مانيفيستا، انا عايز اشوف السوالينج بالكونتنت بالمينيجيز بالكلام ده كله. في الاسبانيا بيبدا وقلطه انا بعمل ام ار اي عشان اعرف مين عنده مين ما عندوش وقت. تنزل كورد ايه؟ سندروم. وبالمناسبه يعني طالما قلت كل اللي عليا، قلت كل اللي عليا يعني، حتى لو زودتها شويه بس انتوا دفعه شاطره بتحب تعرف كل حاجه يعني. مع الاسبانيا بيبدا وقلطه زي ما في تنزل كورد سندروم، هي في حاجه اسمها دايستوماتوميليا.
ولا كده شرفت مني شويه؟ كده عليك مني شويه؟ طب بلاش خلاص. لو عليك مني شويه الحته دي بقى ننزل تاني؟ ننزل تاني تحت الترابيزه خلاص. بلا دايستو ماتو مايليا بلا ايه؟ بلا نيله ولا كده هنوديكم جاي هو حلو قوي كده بس ده مهم التازل كورد سندروم. تمام. طبعا لو الواد طلع عنده التازل كورد سندروم في الاسبانيا بيبدو القلطة هيعملوا ايه في الفاينل ترمينال ده؟ هيعملوا في ايه؟ هيرصوه عشان ماسك ايه؟ في الجلد. والفايلر ترمينال لما يكون ماسك في الجلد بيسموه كلمة معقدة موجودة عندكم في الورق بيسموه ميمبرينري يونيونز. ايه؟ ميمبرينري يونيونز. يعني الفايلر ترمينال المفروض يبقى مدلدل يا رب يفهموا. الفايلر ترمينال المفروض يبقى مدلدل. لما الفايلر ترمينال يتنيل اللي يمسك فين؟ في السكين. الحته اللي ماسكه في السكين دي بيسموها وات؟ ميمبرينري يونيونز. هنقطع الفايلر ترمينال ونخلص. يلا العمليه بتاعت المينينجوسيل والمايلوسيل هنعمل لها كانها ايه بالظبط؟ هرنيا. عمليه المينينجوسيل والمايلوسيل كانها هرنيا. هيفتحوا العيان يعملوا ايه في الكونتان؟ هيرجعوهم سواء من الجيزه وات سواء سبانر كورد اللي هو كده ولا كده يعني مش هيخف يعني. بعد كده الديفكت اللي في البرتبرا بيقفلوه. الديفكت اللي في البرتبرا ده عشان ما يحصلش ريديشن تاني بيتقفل. بيتقفل بايه غالبا؟ في حاجات سنسيتك يا اما بيتقفل بحته من لمبر فاشل. فانت اكتب يا اما بتقفل بمين؟ باللمبر فاشل او بيتقفل بسنسيتك ماتيريال. والعمليه بتتعمل طبعا اسونا زي فورسك. لا المره دي مش امير، المره دي لازم حته ايه؟ سنسيتك. طبعا يهمني قوي في الاسبانيا بيفدا بقى الانتي نيتال دايجنوزز. بالذات ثاني حالات طبعا. المينيجو مايوسيل عشان المفروض العمليه تتعمل انترا ايه؟ يوتراي. الانتي نيتال دايجنوزز بالالترا ساوند. والانتي نيتال دايجنوزز برضه الام بيبقى عندها حاجتين عاديين في الدم، معرفش ليه بصراحه، قال بقى بيطلع من الاسبانيا كورد بتاع الواد. يعني ممكن انتوا تفتوني في النساء. الام في الدم او الامنيوتيك فلويد بيبقى عندها الفا فيتو بروتين عالي واسيتايل كولين ستريز عالي. حد يعرف يفتي في الحته دي ولا لا؟ لا يا لا ما انا ما اعرفش، انا بقول حد يعرف يفتي ولا لا؟ ما اعرفش. بيبقى الفا فيتو بروتين عالي والاسيتايل كولين ستريز ايه؟ عالي. انتوا خدتوا في النساء حاجه اسمها امنيوغرافي؟ انفستيجيشن اسمه امنيوغرافي؟ اللي هم يعملوا أشعة بالسمنة على الأمنيوتيك فلويد. ما خدوش حاجة اسمها أمنيوغرافي؟ بيها حسابها في الأمنيوتيك فلويد بيصور. والله العظيم. ساعات ما بهزرش ولا يبص. أقولها لكم للعلم يعني، للعلم يا عم، العلم جميل، البعد الزبالة يعني. كل الفكرة في إيه؟ إن في واد اتولد عنده منينجو ايه؟ مايلوسيل. والواد اللي اتولد اللي عنده منينجو مايلوسيل ده اتحكم عليه طول عمره بقى بارالايز. ما عليه لا. فالام حامل التاني. فلما الام حامل التاني دايما بيقول لك في برضه هاي ريسك مين؟ في الواد التاني ان يجي له ايه؟ منينجو مايلوسيل. تمام؟ فعملوا الترا ساوند طلع وات؟ فري. وعملوا كمان الفا فيتو بروتين واسيتايل كولين ستريس طلع لهم ايه؟ فري. بس دايما لما الواد الاولاني بيتولد بمنينجو مايلوسيل بيبقى خايفين دايما على مين؟ على التاني. فبيعملوا انفستيجيشن غريب قوي في الهاي هاي ريسك. بيعملوا حاجه اسمها امنيوغرافي. يعني ايه امنيوغرافي؟ يعني له سبب في الامنيوتيك فلويد بحيث ان الواد يبان كديفكت في الامنيوتيك فلويد. ومين تاني كمان هيبقى ديفكت في الامنيوتيك فلويد؟ السوالينج نفسه. فهمتوا الفكره؟ فلو عايزين تكتبوها للعلم يعني، للعلم يعني، امنيوغرافي بيتعمل في الهاي ريسك بيشنت. فهمتوا فكره الامنيوغرافي يعني؟ هم عايزين المينينجو مايلوسيل ده يبان كوات. فينج ايه؟ ديفكت. حد عايز يسال حاجه في المينينجو مايلوسيل؟ او السباينا بيفدا يعني؟ طبعا لو جت اسبانيا بيفضل حاطه في الامتحان او ام سي كيو بالتالي ممكن تجاوبها كلمتين منين؟ من بوق اللي انا قلته ده. حد عايز يسال حاجه ولا نروح لموضوع تاني؟ هنروح لموضوعين شبه بعض وسهلين قوي 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 يعني. تيجوا برضه ام سي كيو بس. ام سي كيو بس.
بي مو ام اس كيو اس. فتذكروا مذاكره دي ايه؟ تذكروا مذاكره دي ان شاء الله ام اس كيو ار. هناخد البرين تيومرز والبرين ابسس. والبرين تيومرز والبرين ابسس شبه بعض جدا 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 لدرجه ان اللي عنده برين ابسس ده بيفضل فتره كده من الوقت ممكن يفتكروا ايه؟ برين تيومر. فاحنا هناخد البرين تيومرز والبرين ابسس. مين اشهر فيلم عربي كان فيه فنانه عندها برين تيومر؟ لا فيلم كده فيلم حلو كده كنا بنتفرج عليه واحنا صغيرين. برين تيومر افلام السبعينات كان في فيلم كده في السبعينات او الثمانينات يعني كانت البطله بتاعته كانت قصه الفيلم يعني كان عندها برين تيومر ومادة في الاخر. ما انا قلت بتاع مين هتعرفوه على طول. لا عربي انا بتفرج على عربي بس. لا 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 سمير احمد. لا فاكرين الفيلم بتاع دوري شريف وطوسي؟ حكايه حب. لا الفيلم اسمه حكايه حب. ايه؟ حبيبي دايما. ما هو الفيلم ده اللي كان بيتلعب في كل زمان. حبيبي نائما. حبيبي دايما. لا مش حبيبي نائما والهبل بتاع اليومين دول. افلام زمان كان حبيبي دايما كان دوري شريف وطوسي يعني. احكي لكم بقى قصه الفيلم والله احكي لكم بلاش 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 مش عمرها بتاع قصه الفيلم اتفضل. فاكرين قصه الفيلم يلا هي كان عندها هتعرفوا دلوقتي من الفيلم اللي عندها ايه. هنتكلم عن برين تيومرز. طبعا البرين تيومرز الموست كومن برين تيومرز يعني طبعا السكندز. بعد كده هنتكلم على البرايمري برين تيومرز. تمام. اكتر بقى البرايمري برين تيومر دي ما بتطلعش من البرين نفسه. ما بتطلعش من البرين نفسه. البرين تيومرز بتطلع من السبورتنج سيلز اللي حوالين البرين. اقولها تاني البرين تيومرز ما بتطلعش من البرين نفسه. بتطلع من السبورتنج سيلز اللي حوالين البرين. من اشهر البرين تيومرز اللي عندي حاجه اسمها جلايومرز. جلايومرز. تمام. الجلايومرز دي ثلاثه. في حاجه اسمها استروسايتوما. ايوه استروسايتوما. وفي حاجه اسمها اوليجودندروجلايوما. الناس هتشتمني دلوقتي طبعا. اوليجودندروجلايوما. وفي حاجه اسمها ايفينتايموما. ايفينتايموما. هقول لكم ازاي كده في الاخر ونخلص. الفكره كلها ان الاستروسايتوما دي بتطلع من حاجه اسمها استروسايتس. والهيليكودندروجلايوما دي بتطلع من حاجه اسمها وات؟ ايوه اوليجو. الله عليكم. هيليكودندرو ايه؟ سايتس. والهيليكودايموما بتطلع بس ما اسمهاش ايفينتايموما سايتس. اسمها ايفينتايما سايتس. ايفينتايما ايه؟ سايتس. وعمال بقالي ساعه اقول لكم ان الاكتولي البرين تيومرز ما بتطلعش منين؟ البرين سيل نفسها او البرين اللي هي نيورون يعني. فناخدهم حاجه حاجه. الاستروسايز دي اللي بتعمل البلود برين بارير. الاستروسايز اللي بتعمل البلود برين بارير. ومش مهم الكلام ده خالص. مش مهم الكلام ده خالص. مش مهم. الاوليجودندروسايز دي زي الشوان سيلز. دي زي التوماسي مين في البريفرنت نيرفز. الشوان سيلز. اللي بالدايمر سيلز دي اللي بالدايمر سيلز دي اللي بتلاين البنتيكل. الفنتركل از لايند باي سيلز اسمها وات؟ انفنتايمال سيلز. عايز ايه يكون مكتوب على السبوره عشان انت كده هتلخبطنا وتعصبنا والكلام ده بزياده بزياده. الموست كومن برايمري بريد تيومر جلايوما. والموست كومن برايمري في جلايوما استروسايتوما. وبوسي في الفيلم كان عندها استروسايتوما. والدليل بوسي. انا بقول لك استروسايتوما. كان عندها استروسايتوما جريد 4. كان عندها استروسايتوما جريد 4. بوسي في الفيلم بتاع حبيبي دايما كان عندها وقت استروسايتوما. تمام. جريد 4 اللي هي اسوء واحده. ما عليه ما عليه. يعني كده خدنا كلمتين عن مين بس؟ عن البرين تيومرز. اصل يا حبيبي يعني بص لما اجي اشرح برين تيومرز ايه اللي بريزنتنج سيمبل؟ هاديك وفومتنج وفيري موفيشن. هنشخص العين ازاي؟
بي سي تي ولا ام ار اي. هنيجي نعالج العيان، هي تشيل البرين تيومر يا ما ايه؟ يا ما تشالش والعيان هيموت. فين الشرح؟ ما فيش شرح. الشرح فين؟ الشرح فين؟ في الباثولوجي. الشرح في الباثولوجي. ايه؟ بالنسبه لما هو الفيلم ما جابش اكتر من نفوسي ماتت قصده ايه؟ سايتوما حتى لما دور شريف سافر بيها لندن، يعني سافر بيها لندن في الفيلم يعني، وجاب لها بقى المشهد والخليط والورق الشجر بايه؟ بيقع دليل نفوسي ايه؟ هتموت. ايوه افلام زمان يعني نفوسي هتموت تمام. قال لك هوبليس كيس، راح لندن قالوا في لندن ايه؟ هوبليس كيس. خلاص هوبليس كيس. لا هي اللي ماتت. بس الحب عليك. ما عليك. بعد كده خلاص يبقى هما هي البوست كومن برايمري مالينا بريس تيومر، والبوست كومن في وات؟ استرو ايه؟ سايتوما. والاسترو سايتوما جريد 1 و2 و3 و4 او سابهم جريد 4 اللي كان عند الموسي ايه؟ في الفيلم. بعد كده هنتكلم كلمتين عن التيومر بيطلع من المينينجيز. فاحنا عندنا حاجه اسمها ايه؟ مينينجيوم. كلمتين عن المينينجيوما. كلمتين عن المينينجيوما. المينينجيوما اكتبوا جنبها، اكتبوا جنبها هي الفايبرويد بتاع الجسم. المينينجيوما زي الفايبرويد. يعني كل حاجه هقولها لك دلوقتي شبه مين؟ فايبرويد. الفايبرويد طبعا خطيب بيقولوا كان عنده مينينجيوما، الله اعلم صح ولا لا. عنده ايه؟ يقولوا الخطيب كان عنده مينينجيوما. محمود الخطيب. الله اعلم صح ولا غلط. ما علينا يعني. يبقى المينينجيوما دي بناين ولا مالينجن؟ ايه رايكم؟ بناين يا شباب. مين؟ الفايبرويد. يبقى المينينجيوما دي كومن في الرجاله ولا الستات؟ في الستات. عشان شباب مين؟ الفايبرويد. المينينجيوما دي عباره عن فايبر بلاست في الكاس سكشن بتاعهم. ايوه قول لي الكلمه اللي عارفينها بالنسبه. قول يا فينس. قول يا فينس بالظبط. قول يا فينس. وبالتالي مفيش اكتر تشبيه من كده عشان تعرفوا انها شباب مين؟ عيب عليا يعني. من الجيومة شبه الفايبرول. قولكم في الجيميل بناين تيومر وقول لي ايه؟ فينس. المفاجأة بقى ان كنتم كلكم فاكرينها طالعة من الديورة اللي بره. لا هي مش طالعة من الديورة، هي طالعة منين؟ من الاركنويد. طالعة من الاركنويد. طالعة من الاركنويد. مش عايز اكتر من كده في المينيجيوما. مش عايز اكتر من كده في المينيجيوما. المعلومات دي من الجيومة بناين. من الجيوب والكوما في الفيميل قول يا فينس بتطلع بالاركنويد مش بالديوره، بتطلع بالاركنويد في المينينجيز. طيب بعد كده عندنا مين بقى برضه ناخد عنده كلمتين؟ عندنا بالمناسبه طالما جت السيره يعني. طبعا اللي باجي اتكلم على التنيكال فيكشر بتاعت البرين تيومرز، مين اكتر واحد من اللي حطه على السبوره ممكن يعمل هيدروكيفرس؟ بالعالي كده مين اكتر واحد ممكن يعمل هيدروكيفرس؟ اللي كان دايموما. ليه اللي كان دايموما ممكن يعمل هيدروكيفرس؟ طلع في بيتريس تمام. بعد كده هناخد كلمتين عن حاجه اسمها مدلل بلاستوما. كلمتين بس نتعرف على التيومر يعني مدلل بلاستوما. المدلل بلاستوما از هايلي 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 مالجنا. هايلي 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 مالجنا. واي حاجه في المنهج خدناها من كلمه بلاستوما. بلاستوما بتبقى طالعه من سيلز اسمها وات؟ توتي بودن سيلز. توتي بودن ايه؟ سنس. فالمدار البلاستوما دي بتيجي في الاطفال مش في الانفنتس، بتيجي في الاطفال. لدرجه ان في سؤال مشهور جدا يعني بيقول لك ايه الموست كومن سور تيومر مش في الانفنتس؟ ايه الموست كومن سور تيومر في الشيلدرن؟ طبعا الموست كومن تيومر في الشيلدرن لوكيميا. يعني بيقول لك الموست كومن سور تيومر في الشيلدرن مدار البلاستوما. مدار البلاستوما في العيال الصغيرين المدار البلاستوما تيومر كومن. طبعا المدار البلاستوما بيطلع في البوستيريور فوسا، بيطلع في منطقه البوستيريور فوسا. تفتكروا بقى ايه الريبريزنتنج سيمتوم في المدلل البلاستوما؟ سيريبيلر ليجنز وبتاع واتاكسيا والكلام ده كله. وطبعا برضه المدلل البلاستوما ممكن تعمل هيدروكيفرس. ليه ممكن تعمل هيدروكيفرس؟ عشان عند منطقه البوستيريور فوسا والسيريبيلر والكلام ده كله انت عندك اني فنتكل الفورس 20,000 جنيه اطفال في السنه. انا عندي الفورس. ايوه ايوه لا انفنسي. منطقه الانفنسي كان النيورو بلاستوما. لما يكبر تبقى مضاده ايه؟ بلاستوما.
مايمن فكرني، مش انت قلت بولت كومان سوليد تيومر في الشيء ده نيرو بلاستوما؟ لا كان الانفلس اللي هي من 1 ل 4 يا مايمن، يعني من 1 ل 4 نيرو بلاستوما، من 4 ل 9 مضله ايه؟ بلاستوما. والمضله البلاستوما بتعمل بوستيريو فوسا مانيفستيشن، والمضله البلاستوما بتعمل اتاكسيا، والمضله البلاستوما برضه ممكن تعمل ايه بعد البريك هناخده؟ هايدرو ايه؟ هايدرو كيبلز. حلو الكلام، حلو الكلام. نيجي بقى لحاجه اسمها ايه بقى؟ برضه كلمتين كده على حاجه اسمها كرينيو مارينجوم. احنا بس بنتعرف على البريد تيومر للام سي كيو، للام سي كيو فاكر فايس اكثر. الكرينيو فارينجوما تيومر بناين. يعني اهم حاجه بس تبقى عارف مين بناين ومين ايه؟ مالينجن. بلاستو زي توماس مالينجن تو سي بيتير، لكن مارينجوما ايه؟ بناين زي فايبرويد. المدار البلاستوما از هايلي مالينجن. الكرينيو فارينجوما ده تيومر ان شاء الله بناين. ده تيومر بناين، ده تيومر بناين. بناين بقى بيطلع من حاجه اسمها راسك باوتش. راسك باوش، ايه راسك باوش دي؟ دي الامبريون الريمنت بتاع الانتيبر كتيوتر. فين دي يا ايه؟ الورق. اسمها راسك باوش. امبريون الريمنت بتاعت الانتيبر كتيوتر. الكرينيو فارينجيوما بتطلع من الامبريون الريمنت بتاع الانتيبر كتيوتر. ابوس ايديك لما تيجي تسال حالا حالا حالا. لما تيجي تذاكر برين تيومرز والبرين ابسس جاست ريدنج، جاست ريدنج ومعلومات وخلاص. ما حدش يقعد يسمعها. راسك باوتش، مكتوبه كلمه راسك باوتش. مكتوبه والله. راسك. مش مكتوبه. لا طب ثانيه واحده. انت مش مهم هي من امبريونا بتاعت الفيديوز. حاضر اكتبها. اللي معاه الورق الكبير مكتوبه ازاي؟ ار ايه؟ ار ايه دي عشان عارفها بعد كده في وضع. ايه؟ ايه كي 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 يعني مدار البلاستوما وكريم الفارينجوما دول بتوع العيال ايه؟ صغيرين. تمام؟ تمام. تعمل ايه بقى كريم الفارينجوما بالعالي كده بالعالي كده طالما طالع من راس الباوتش؟ وهتيجي بتيوتري تضغط على الاوبتيك كازما. لما تضغط على الاوبتيك كازما تعمل ايه؟ باي تامبراليميا نوبيا. فالمين برزنتيشن في كريم الفارينجوما اتيز باي تامبراليميا نوبيا. عشان تضغط على مين؟ ضغط على مين؟ على الاوبتيك كازما. برضو عندنا بقى اخر حاجه من ضمن البريد تيومرز عندنا حاجه اسمها البيتيوتري تيومرز. البيتيوتري ادينومرز دي بناين معظم. البيتيوتري ادينومرز بتبقى بناين. البيتيوتري ادينومرز بنقسمها اثنين. يلا. تمام. بيتيوتري بناين ها. بيتيوتري ادينومرز ركزوا معايا. بيتيوتري ادينومرز. في منها نان سكريتوري. نان سكريتوري وفي منها وات؟ سكريتوري. النان سكريتوري ما بيطلعوش وات؟ ما بيطلعوش هرمونز. وطالما ما بيطلعوش هرمونز بيكتشفوا متاخر، بيكتشفوا متاخر. فطالما بيكتشفوا متاخر يبقى الحجم بتاعهم اكتر من كام؟ وادي سنتي. فبيسموهم ماكرو ادينوما. بيسموهم ماكرو ادينوما كبار يعني كبار يعني. السكريتوري بيطلعوا هرمونز فبيكتشفوا ايه؟ بدري عشان بيطلعوا هرمونز فبيسميهم ايه بقى السكريتوري دول؟ مايكرو ادينوما. المايكرو ادينوما دي او السكريتوري بنقسمها اتنين. في حاجه اسمها اسيدوفيل وفي حاجه اسمها بيزوفيل. فاكرين السالفه بتاعت البيتيوتري كانت اسيدوفيل وبيزوفيل؟ ولا فاكرين حاجه؟ تمام. الاسيدوفيل دي بتعمل الاكروميجري.
وبتعمل البرولاكتين هرمون، برولاكتين هرمون اللي هي الموست كومن بيتيوتري تيومر. الموست كومن بيتيوتري تيومر اللي هو ما خدتوش الناس البرولاكتين هرمون؟ أمونيريا جالاكتوريا سيندروم هو بتاع البرولاكتين هرمون، وبتعمل برولاكتين هرمون. البيزوفيل بقى اللي بتعمل مين؟ بتعمل كوشي، بتعمل كوشي وبيري رير دي اساسي سيكريتين تيومرز. يعني ساعات في حاجه غير كده اسمها دي اساسي سيكريتين تيومرز. تمام، انا سبت لكم تقسيم مين؟ البيتيوتري تيومرز. البيتيوتري تيومرز معظمها بنايت. البيتيوتري تيومرز المايكرو اديروما بتبريزنت مين؟ البيتيوتري تيومرز بتبريزنت مين اللي هي نون فانكشن؟ طب الفانكشن الاول الفانكشن هرمون الفانكشن نون فانكشن بايوتمبرالي انوبيا. النون فانكشن بالبايوتمبرالي انوبيا والهرمون بالهرمون. ومين الموست كومن هرمون؟ برولاكتين هرمون. عارفين ان كل ده كنت بشرح في ايه قبل البريك؟ انا كنت بشرح حاجه واحده بس، بشرح في مين؟ في الباثولوجي والتايبس اوف وات؟ برين تيومرز، عشان احنا يمكن في سنه ثالثه حتى ما خدتوش انتوا ليه؟ برين تيومرز. نرجع بقى للكلمتين السهلين، الكلمتين الهبل قوي 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 يعني. العيان اللي بيجي له برين تيومر، ايه البريزنتنج سيمبتوم؟ هاتك وبومتنج وبيرنج ايه؟ وبيجن. البرين تيومر كايريتيشن ممكن يعمل ايه؟ وكابستراكشن ممكن يعمل ايه؟ في برزنتيشن في البرين تيومرز مهمين جدا. كايريتيشن ممكن يعمل ايه؟ ايبيليبسي. وكابستراكشن يعمل وات؟ هيدروكيفلس. البرين تيومر بريزنت هيدروكيفلس، البرين تيومر بريزنت ايبيليبسي. البرين تيومر بريزنت ايبيليبسي، البرين تيومر بريزنت هيدروكيفلس. البرين تيومر طبعا بيعمل بريشر سيمبتومز معروفه. يعني ايه بريشر سيمبتومز معروفه؟ يعني لو برين تيومر في الفرونتال لوب يعمل ايه؟ بيهيفير تشينج. لو برين تيومر على موتور اريا يعمل ايه؟ فاريسز. لو برين تيومر على سبيشيال يعمل وات؟ افيزيا. لو برين تيومر في البوستيريور فوسا يعمل ايه؟ اتاكسيا. والكلام ده كله مين كان شبه البرين تيومر في الديفرنشال دايجنوز؟ برضه لما جيت شرحت قلت كده ماس في الفرونتال لوب يعمل بيجر تشينجز، ماس في السيربيلم يعمل وات ايفر. الحته دي قلتها من شويه فين؟ الاقي سبيولر كرونيك سبيولر. فكان حتى لما قلت لكم كرونيك سبيولر كان بدوس في الديفرنشال دايجنوز بتاع مين؟ مع مين؟ مع البرين تيومر. طيب هننفستيجيت العيان. هننفستيجيت الايه؟ العيان. طبعا العيان لازم يعمل انفستيجيشن للبرايمري. هقول لكم لعبه حالا وانفستيجيشن لايه؟ انتوا معايا ولا نايمين؟ لا نكمل. كلام سهل. انفستيجيشن فور برايمري، انفستيجيشن فور سكند. طبعا الاثنين اكس راي مالوش اي دور خالص. الاثنين اكس راي مالوش اي دور ايه خالص. بس نرجع لايام الزمن الجميل، ايام الزمن الجميل. وبرضه في كان في الفيلم بتاع عادل امام برضه قاتل ما قتلش حد، كان جاله برين تيومر. ما شفتوش انتوا الفيلم؟ لا غير شاهد ما شافش حاجه. كان عامل فيلم كده اسمه قاتل ما قتلش حد بس ما نجحش قوي. كان برضه كان جاله برين تيومر يعني. ما علينا. فكان طول الفيلم عادل امام ماشي بمين؟ لا مش برين تيومر، بالاكس راي. ورقه سودا كده اكس راي عشان عنده برين تيومر. فطبعا الاكس راي مثلا ممكن يبقى ايه مثلا؟ ممكن يبقى في وايدنج في السيليا ترسكا ايام زمان يعني. وايدنج في السيليا ترسكا يبقى العيان عنده وات؟ بيتيوتري تيومر. ممكن يلاقي هايبرتوزس في السكال. دي تهمني دي بقى. مين اكتر تيومر من اللي انا قلته ممكن يعمل كالتيفيكيشن او هايبرتوزس في السكال؟ اللي جوه ولا اللي بره؟ اللي بره. يعني مين اكتر تيومر يعمل هايبر اوتوزيس في السكال وريتيشن في السكال وديوم فورميشن في السكال؟ ميليجوما طبعا. ميليجوما هي اللي تعتبر تيومر وات؟ سوبرفيشال. الهايبر اوتوزيس في السكال مع ميليجوما. طبعا اكس راي ده عند خالتي ولا في اكس راي ولا دي يعني انا شخص العام بيه طبعا بي سي تي ولا ام ار اي؟ مين احسن طبعا؟ الام ار اي الاحسن طبعا. الام ار اي وفي ميزه في الام ار اي ان الام ار اي بيجيب البوستيريور فوسا. في سي تي ده صعب ان يجيب البوستيريور ايه فوسا. في حته هنا هتلخبطوا شويه. هو البرين تيومر بيبان هايبر دنس ولا بيبان هايبو دنس؟
يعني البرين تيومر كفاسكولارتي، البرين تيومر كماس، يبان هايبر دنس يعني ياخد الصبغه بزياده ولا يبان هايبر دنس؟ الحته دي مهمه قوي. البرين تيومر غالبا بيبان وات؟ هايبر دنس. هايبر دنس البرين تيومر غالبا بيبان هايبر دنس. في بقى الاستروسايتوما كويسه. يعني ايه الاستروسايتوما كويسه؟ عشان اتفقنا الاستروسايتوما دي كام جريد؟ اربعه. واحد واثنين بيعتبروا البروجنوزس فيهم ايه؟ احسن شويه. الاستروسايتوما كويسه بتبان في الستين حاجه غريبه قوي. الاستروسايتوما كويسه بتبان في الستين هايبودنس ليجن، هايبودنس ليجن حواليها بريفرال انهانسمنت. اوبا اوبا. لما الاستروسايتوما كويسه او بعض البريد تيومرز اللي هي مش هايلي مالينجا تبان في الستين او لما تبان في الستين على انها هايبودنس ليجن حواليها بريفرال انهانسمنت كده البرين تيومر ده بيلخبط مع مين اكيد؟ مع الابسس. ساعتها مين بقى اللي بيفرق لي؟ الام ار اي. بيفرق لي ليه؟ الام ار اي. لو انا مش عارف افرق بين برين تيومر وبرين ابسس عشان خاطر حته ان في بعض البرين تيومر بيبان هايبودنس كده حواليها بريفرال انهانسمنت فاضطر ان احنا نعمل ايه؟ ام ار اي. وطبعا حاول نفس الكلمتين دول فين بعد بريك؟ عشان لازم اديكم بريك طبعا. هقول الكلمتين دول فين بعد البريك؟ البرين ابسس طبعا. هقول نفس الكلمتين في البرين ايه؟ ابسس. ما علينا. طبعا هنعمل سكند البرين تيومر ما ينتشرش بالبلاد فلازم نعمل سي تي سكان على اللنج، لازم نعمل لازم نعمل سي تي سكان على اللنج وبون سكان على البون يعني تمام. عايزين نعرف البرين تيومر ده، عايزين نعرف البرين تيومر. القاعده في البرين تيومر بتقول الاتي، القاعده في البرين تيومر بتقول الاتي. مفيش برين تيومر يتعمل له عمليه ولا انا عنده هايدرو كريبلز. ليه؟ ليه ما ينفعش اعمل برين تيومر عمليه ولا انا عنده هايدرو كريبلز؟ عشان هعمل صدر ليه بالظبط. هعمل صدر ليه في التنشن دي ممكن هعمل له ديبولايزيشن. فلو العيان عنده هايدرو كريبلز مع برين تيومر لازم العيان يعمل ايه الاول؟ يركب شنط الاول. لازم العيان يركب شنط الاول. لو في هايدرو كيبرس مع برين تيومر نعالج الهايدرو كيبرس الاول، العيان يركب شنط وبعدين يعمل العمليه. القاعده بتقول ايه في علاج البرين تيومرز؟ القاعده بتقول ايه في علاج البرين تيومرز؟ كل البرين مين برضه جاله برين تيومر؟ جمال سليمان التمثيليه. اسمها ايه التمثيليه دي؟ حلوه. حضرتك ايه؟ حضرتك الشيطان راح، حضرتك الشيطان راح. عمالين بيشركوا جمال سليمان في التمثيليه. حضرتك الشيطان. فالعيان القاعده بتقول كده ربنا يخليكم. كل البرين تيومرز كل البرين تيومرز لو هنشيلها الماليجنت لازم بعد ما نشيلها العيان ياخد راديو كيمو. بعد ما نشيل البرين تيومرز لازم العيان ياخد راديو ايه؟ وكيمو. البرين تيومر الماليجنت البرين تيومر الماليجنت كفايه ان هو يبقى علاجه ايه؟ سيرجري بس. اللو جريد استروسايتوما اللو جريد استروسايتوما اللي هي جريد كام؟ واحد. اقول تاني القاعده الاول في علاج البرين تيومرز اللي عايزين نشيله يعني. لو في برين تيومر مع هيدروكيفرس العيان يعمل عمليه ايه الاول؟ الشنط الاول. تمام. عايزين بقى نعالج العيان. كل المالجنت برين تيومرز لازم بعد العمليه كيمو وراديو. الوحيد اللي مالجنت برين تيومر لو اتشال كويس لو اتشال كويس العيان مش هيحتاج حاجه هو اللو جريد استرو ايه؟ سايتوما. كل البناين برين تيومرز كل البناين برين تيومرز كفايه ان احنا نعمل ايه؟ تشيلها بس. البناين برين تيومر الوحيد اللي بيحتاج راديو هو كرينيو فالجيوم. البناين برين تيومر الوحيد اللي ممكن يحتاج راديو بعد العمليه هو كرينيو فالجيوم. لو ما عرفش يشيلها ترانسفيرويدال كامله. ان الكرينيو فالجيوم بتتشال ازاي؟ ترانسفيرويدال. طيب الكرينيو فالجيوم الكرينيو فالجيوم ايه؟ عشان مش عارف يشيلها كامله من مناخيره. القواعد القواعد يا مهيرة حبيبتي ان المالينا برين تيومرز المالينا برين تيومرز تتشال والعيان ياخد وات؟ كيمو وراديو. مين المالينت الوحيد اللي لو شلناه العيان يبقى خف من غير كيمو وراديو؟ اللو جريد استروسايتوما. يا ريت بوسي في الفيلم كان جالها لو جريد استروسايتوما. ما كان جالها وات؟ ممكن كان جالها هاي جريد استرو ايه؟ سايتوما. ما علينا. البناين برين تيومرز بقى البناين برين تيومرز دي تقيله
البنايل برين تيومرز علاجها ان احنا نعمل ايه؟ نشيلها بس. مين البنايل برين تيومر الوحيد اللي ممكن ياخد ريديوثيرابي؟ الكرينيوفارينجوما لو ما عرفتش يشيلها كامله عشان بتشال ترانس سفينويدر، عشان بتشال وات؟ ترانس سفينويدر. عايزين بقى يعملوا العمليه، عايزين يعملوا العمليه، عايزين يعملوا العمليه، عايزين يعملوا العمليه. بالك نعمل ايه في العمليه؟ السوبرفيشال برين تيومرز تتشال سهله. لو برين تيومر ده سوبرفيشال يتشال سهله. لو سوبرفيشال برين تيومر بتشال. تمام. طب لو دي برين تيومر، لو دي بقى من اكسسبل برين تيومر يعني مش عارفين يعملوا ايه؟ يشيلوه. تمام. الديب برين تيومر عندي ثلاث اختيارات. الله يشرف عبد الباقي. اختيار وخيار وخيار. ايه الثلاث اختيارات بقى في الثلاثه دي برين تيومرز او سوري في دي برين تيومر؟ يحاولوا يعملوا دي بالكي. يعني ايه دي بالكي؟ يشيلوا اللي يقدروا عليه. دي بالكي يعني يشيلوا اللي يقدروا ايه؟ عليه. وبعدين بقى يحطوا البلانت. جات لنا في الامتحان، جات لنا في الامتحان، يحطوا البلانت مكانها. اسمها ايه البلانت اللي جات لنا في الامتحان دي؟ براكيسولوجي. الحمد لله كنت بدرسها، الحمد لله. كنت بدرسها نشأت؟ جت براكيسولوجي في الامتحان وكنت بدرسها. فلو التيومر الأرضي مش عارف يشيله كله، مش عارف يشيله كله يعني يشيله اللي يقدروا عليه ويحطوا حاجة اسمها وات؟ إمبلانت. يحطوا حاجة اسمها إيه؟ إمبلانت. بعد كده بقى في كده اختراق 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 طلع في البرين سيرجري كده اللي هنشتغل منكم نيورو سيرجري يعني اسمه جهاز الاستيريوتاكسي. جهاز الاستيريوتاكسي. جهاز الاستيريوتاكسي ده يعني عشان تتخيلونا، تخيلوا بعد بريك يعني. ده جهاز بيدوسه العيان كده. تمام. ده جهاز بيحدد الاحداثيات بتاعه التيومر. ايه؟ بيعمل فوكس، بيحدد احداثيات التيومر. ربنا يخليكم. الاستيريوتاكس ده بيحدد احداثيات التيومر. ايه؟ احداثيات التيومر يعني مش عارف يعني احداثيات يعني بعضه يعني ادخل ازاي يعني لو عايز ادخل كده، لو عايز ادخل اخد بايوبسي اخدها ازاي؟ ادخل كده ولا كده ولا كده؟ مين بيحدد الاحداثيات؟ جهاز السيلوتاكس. جهاز جديد يعني، جهاز جديد يعني. تمام. فما علينا. فالسيلوتاكس ده اللي بتاخد بيه بايوبسي، ودلوقتي بجهاز السيلوتاكس ده، بجهاز السيلوتاكس ده بيعرفوا يحددوا احداثيات التيومر. وفي موديلات جديده في علاج البرين تيومرز كده بيوجهوا على البرين تيومر هاي 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 فوكس ريديوسيرابي. ده بديل العمليه دلوقتي. يعني لو في دي برين تيومر ولا دي بالكي ولا براكي سيرابي، عشان انا بعمل دي بالكي واحط براكي سيرابي. هما بيوجهوا الريديو سيرابي من بره، من بره كده، بس مش تيلي سيرابي. تيلي سيرابي دي اللي جت في امتحان الدور الثاني. لما الدكتور عادل كان بيحل معاكم الام سي كيوهات قال لكم يعني ايه تيلي سيرابي؟ يعني ايه تيلي سيرابي؟ التيلي سيرابي اللي هو العام بياخد الريديو سيرابي من بره على كذا شاشه. يعني يحسبوا له الجرعه بتاعته ويقسموها على ايه؟ على كذا سيشن. ده اسمه ايه؟ تيري سيرابي. عكس براكي سيرابي. براكي سيرابي يعني مين؟ من جوه. دي بقى اللي هو ريديو سيرجري. يعني ايه ريديو سيرجري؟ يعني العام مثلا محتاج جرعه راديشن كذا، بدل ما نقسمها له زي مين؟ زي تيري سيرابي، ياخدها كلها موجهه مره واحده. ده اللي اسمه ايه بقى؟ ريديو سيرجري. هما ليه في البرين بيحاولوا يعملوا كده؟ عشان يستخدموا جهاز مين؟ الاستيريوتاكسي اللي بيعرف يعمل ايه في التيومر؟ يحدد الايه؟ الاحداثيات بالظبط. واكوردنج للاحداثيات دي بيروحوا موجهين للعين ايه؟ ريديو سيرابي بهاي هاي ايه؟ دوز. فحط كلمه ريديو سيرجري كلمه غلط. ليه كلمه ريديو سيرجري كلمه غلط؟ عشان انت بتحس ان هو يعني بيديك احساس كده ان انا عملت ايه؟ عمليه. لا، هي ما عملتش عمليه، هو وجهت الريديوثيرابي بتوجيه ايه؟ عالي. ناخد بقى البرين ابسس كلمتين. لا، هو البرين ابسس شبه مين بالظبط؟ البرين تيومر بالظبط. يعني اللي عنده برين ابسس هتبقى ايه بريزنتنج سيمتوم؟ اللي عنده برين ابسس، البريك بعد البرين ابسس، اللي عنده برين ابسس ايه اللي ينفع؟ بعد البريك هنشتغل ساعه. يعني لو خدنا بريك لغايه 10 ونص، 11 ونص هنخلص زي ما وعدتكم. هو كده كل اللي فاضل في النيورو هاتوا الكبرس والحته الهبله بتاعت الشرعي، فاكرين الحته الهبله بتاعت الشرعي؟ فراكشر بيس وسكالبوك ده حته هبله كده.
وطبعا الهاد مكمل اسمه ثالثه من الاطفال والحته دي يعني في معلومات كانت منين؟ من شرعي. فلو برين ابس ما خلصوا دلوقتي خمس دقائق هناخد برين لغايه 10 وربع 11 ونص 12 وربع ان شاء الله هنخلص ان شاء الله 12 بالكثير مش هقبل الاذان. انا كنت هقول ايه دلوقتي؟ برين ابسس. البرين ابسس بقى الكلمتين اللي مشتركه مع البرين تيومر ان هو بيبقى سبيس اوكوبايك ليجن والعيان بيبقى عنده هاديك وفوميتنج وغيرك ايه وفيجن برضه والعيان اكوردنج للبرين ابسس. يعني البرين ابسس على فرونتال اريا بيعمل ايه؟ بيجر تشينجز. برين ابسس على موتور اريا بيعمل وات؟ باراليسيس. برين ابسس على بوستيريور فوسا هيعمل ايه؟ الدبسيا والهبل ده كله. برين ابسس على سبيشيا اللي بيعمل افيزيا نفس الكلام والله ما فيش اي كلام جديد لدرجه ان كتاب الاسم كاتب حاجه جميله جدا مكتوبه الحمد لله عندكم في الورق يعني تمام. هو انا بقى يعني لما بتاعت حاجه كده في كتاب الاسم وانتم بصيتوا في الورق هتلاقوني ان انا كاني كاتب كتاب الاسم بالظبط. هو طلع قصه فيه بقى بعد ما فحصت يعني ان كتاب الاسم في اليورو كاتب زي القصر العيني بالظبط. يعني في اليورو غالبا هم كاتبين كوبي بيست منين؟ من القصر العيني. لدرجه ان في باراجرافات في الهاتف الكبرس وانا براجع الهاتف الكبرس امبارح لقيتها مكتوبه كتاب الاسم كوبي وكي. انا كاني كاتبها كتاب الاسم كوبي وايه؟ وبيست. فانا سالت نفسي ازاي يعني؟ فاكتشفت بقى ان انا نفسي كنت كاتب منين؟ من كتاب القصر العيني زمان الحته دي يعني. ففي هدف في اليورو غالبا مكتوب كله من كتاب القصر. حتى الجملة دي مكتوبة في كتاب الأصل برضه. There is no specific symptom or sign of brain abscess. يعني إيه؟ يعني ما أقدرش أعرف لأن ده عنده وقت. Brain abscess. The symptoms or signs بتاعته عمالة تلخبط مع مين؟ مع البرين تيومر until proved otherwise. لدرجة إن البرين abscess يدي ميلة. البرين abscess فيزيتي بيبان كأنه إيه؟ تيومر. أو بيلخبط مع مين؟ مع تيومر. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تفرق ما بين البرين abscess برين سيتي ان احنا نعمل وقت ام ار اي. الام ار اي هو الفرق بين البرين تيومر طبعا ام ار اي بيسافر. المفاجاه بقى ان البرين ابسس هو اللي بيبان في الام ار اي هايبر دنس. يعني برين ابسس والتيومرز الكويسه بي سي تي بيبانوا زي بعض هايبر دنس وحواليهم وات بريفرين هانسن. فنضطر نعمل ايه عشان نفرق ما بين برين ابسس وبرين تيومر ابن حلال؟ ام ار اي. مين بقى اللي بيطلع هايبر دنس في الام ار اي؟ المفاجاه بقى البرين ابسس. الابسس هو اللي بيطلع هايبر دنس. وفي الام ار اي للمره مليون ما بنستخدمش كلمه هايبر دنس. في الام ار اي بنستخدم كلمه وات؟ هايبر انتنس. في الام ار اي بنستخدم كلمه هايبر انتنس. تمام؟ اللي هي كانت السابقه بزياده يعني بس بنسميها هايبر ايه؟ انتنس. البرين ابسس اللي عمال هايبر انتنس ليه مش هقول لكم اكيد عارف. بعد كده في البرين ابسس بقى ربنا يخليكم كونترا انديكيتد نعمل لمبر فانكشن. دي جات لكم في الام دي سؤال كمان ايه اللي ما يتعملش في البرين ابسس نيفر لمبر فانكشن؟ اياك تعمل لمبر فانكشن. ليه يعني اعمل لمبر؟ طبعا نقول نعمل لمبر فانكشن ليه؟ عشان نشوف بس سيلز والهبل ده كله. ليه كونترا انديكيتد نعمل لمبر فانكشن؟ عشان البرين ابسس بيعمل اكيوت سادن رايز في الانترنيا بريشر. فانا لو عملت لمبر فانكشن ممكن اعمل وات؟ اكورايزيشن. ولو حطوا جنبينا السؤال ام سي كيو والبرين ابسس كونترا انديكيتد نعمل وات؟ لمبر فانكشن. وهجي لكم في الامتحان ايه رايكم بقى بالعين دلوقتي؟ في البرين ابسس ان شاء الله كونترا انديكيتد نعمل وات؟ لمبر فانكشن. عشان جه الام بي بي وهو ما طلعش سؤال درس. مش من ضمن الاسئله اللي هو ايه؟ بيطلعها ويحرقها. الزول ده لسه مستخبى. فالبرين ابسس كونترا انديكيتد ايه يا جماعه؟ كونترا انديكيتد وات؟ لمبر فانكشن. تمام. طبعا انا دخلت على طول في الكلينيكال فيكشر والانفستيجيشن انا ما قلتش الايتيولوجي صحيح. ايه الموست كومن كوز اوف برين ابسس؟ بوست حاجه في الودان. بوست حاجه في الودان. الموست كومن ايتيولوجي اوف برين ابسس بوست حاجه في الودان طبعا وطالما هي بوست حاجه في الودان انفكشن في الودان وراح على المخ يعني يبقى مين البوست كومن حته بيحصل فيها برين ابسس؟ الدمترا لوب اللي جنب الودان اللي جنب الودان. البوست كومن كوز برين ابسس الدارك سبريد من الودان. طبعا بلود سبريد مش كومن. الفاتيك سبريد مش كومن. كرينيوتومي في مستشفى مش نظيفه. يعني مش كل مستشفى يتعمل فيها كرينيوتومي. يعني ايه كرينيوتومي الاول؟
عمليات المخ، مش كل مستشفى بيعمل فيها عمليات المخ. يعني مثلا المستشفيات مثلا طبعا اللي هي تبع الجوامع او تبع الكنائس، كل المستشفيات دي ما هيش ولي كبير قوي، صعب قوي المستشفيات دي تعمل فيها وقت. الريوتري طبعا المستشفيات الصغيره، الريوتري عايزه تخصصي، كليوباترا، يعني لازم تبقى مستشفى ايه؟ مجهزه. فلو عملنا كليوتري في اي مستشفى مش ولي كبير اللي طبعا ممكن يجي له ايه بعد العمليه؟ برين ايه؟ ابسس. تمام؟ ما ينفعش مثلا اعمل كليوتري في نفس الاوضه اللي كان عندي اعمل فيها بواسير. ما ينفعش طبعا. لازم الاوضه تبقى ايه طبعا؟ يعني حتى في التخصصي لما تروح كده التخصصي معروف ان في اوضه اوضتين للنيوروسيرجن، اوضتين للنيوروسيرجن، اوضه للسباين واوضه لمين؟ لعمليات البرين بس. طبعا المفروض يعني تبقى انضف اوضه فين؟ في المستشفى يعني. يليها مين في النظافه مثلا؟ عمليات ايه؟ الكارديو طبعا، عمليات الكارديو ليه؟ والشلل. ما علينا. ممكن كرينيوتومي عشان واحد ضرب واحد بفاس على دماغه. سوري مش كرينيوتومي، ممكن اقضي برين ابسس عشان واحد ضرب واحد بفاس على ايه؟ على دماغه. المهم ان احنا شخصنا برين ابسس. لما نشخص برين ابسس لازم العيان طبعا انيشال ياخد انتي بيوتكس برود سبيكترم الثلاثه. وانيشال يجي له برود سبيكترم انتي بيوتكس وعلمه عليها دي، العيان بياخد كورتيزون عشان يقلل مين في الكورتيزون؟ البرين ديما. البرين ديما فالعيان بياخد كورتيزون. وبعد كده البرين ابسس بيتعمل له حاجه من الاثنين. او بلاش يعني. ممكن العيان يخف تماما بالانتي بيوتك والكورتيزون لو برين ابسس اب تو 1.5 سنتيمتر. البرين ابسس اب تو 1.5 سنتيمتر علاجه ميديكال. البرين ابسس اب تو 1.5 سنتيمتر علاجه ميديكال. اكتر من 1.5 سنتيمتر وخدوا بالكم طبعا مثلا في الاميبيك ليفر ابسس كنا بنتكلم على كام سنتي. يعني الاميبيك ليفر ابسس اقل من كام بيمشي ميديكال واكتر من كام كنا بنعمل له اسبيريشن. 5 في الليفر بنتكلم على 5 سنتي، في البرين هنتكلم على ابسس 5 سنتي. ما في البرين بنتكلم على ابسس كام؟ 1.5 سنتي. يعني اقل 1.5 سم ميديكال، اكتر من 1.5 سم هنعمل حاجه من الاثنين. تمام. البرين ابسس يتعمل له اسبيريشن. طبعا الاسبيريشن بقى لي جهاز دلوقتي ما شاء الله عليكم ايه الشماره دي. الاسبيريشن بقى لي جهاز دلوقتي. في دي؟ لا مش في دي. ولا اكتر صم. ستيريوتاكسس. الجهاز اللي بيحدد الحساسيات الستيريوتاكسس تمام؟ او البرين ابسس نعمل له اكسجين، نعمل له اكسجين الشال يحاول يشيلوه. وبالمناسبه ربنا يخليكم ما فيش برين ابسس بتعمل له درينج. ما فيش حاجه اسمها درينج برين ابسس. انتوا عارفين يعني ايه كلمه درينج؟ يعني ايه كلمه درينج؟ لا كلمه درينج يعني افتح واسيبه على الشارع مفتوح بره. فما فيش برين ابسس بنعمل له ايه؟ برين ابسس بتعمل له ايه؟ يا اسبيريشن يا بتعمل له وقت يا ما بتعمل له ايه؟ اكسجين. تمام. فاحنا عايزين بقى نعرف الاكسجين. تمام. الاكسجين البرين ابسس انا كاتبه زي كتاب الاسم بالصدفه وزي ما قلت لكم عشان احنا الاثنين كاتبين متفاهمين. القصر العيني يعني الاكسجين في البرين ابسس بحفظها للناس بحاجه اسمها 4 اتش. غير كده نعمل له وقت اسبيريشن. اكسجين في 4 اتش. اكسجين في 4 اتش. واحد لو برين ابسس ده في ليوكولاي. في ليوكولاي. يعني مالتي لوكر بالظبط بس انا ماشيها وقت. في ليوكولاي. تمام. لو البرين ابسس ده ديو تو فانجل انفكشن. فانجل. في ليوكولاي. مالتي لوكر يعني. ايه؟ تمام عشان هو ده اهم حاجه اساسا لو المالتي لوكر في ليوكولاي اثنين لو وقت فانجل ثلاثه لو اسوشيت معاه فورين بودي. يعني البرين ابسس فيه فورين بودي. فورين بودي ايه مثلا؟ من ضربه مطوه، من بعد كرينيوتومي في نسيج وخيط وفتل. لو في اسوشيت فورين بودي اظن كله حد راجل ايه؟ بيلفه. اخر حاجه هنعمل فيها اكسجين طبعا لو كان سوبر فيشيال. سوبر فيشيال. فيشيال او فيشيال فيشيال.
فده اكبر دليل ان احنا بنعمل ايه. بس يا رب انا بتكلم على الاكسجين مش الاسبيريشن. ها يعني الاكسجين فطاير فيه هيبيوبيلاي فانجر فور البودي اند وات سوبرفيشال. هنعمل اكسجين غير كده البرين ابسنت بتعمل فيه وات ستيريوتاكتيك جايدلي اسبيريشن. ناخد بريك بقى 10 بص هذه البيضه عشان خلاص ما نقدرش نقول والبين أبس وتريومر. كتير